اليوم غي مبارد وفوه تيرالي القول عطني حط على سمعة النقشة تاكي. الله يرحمكم والدي اللي عدو شو ورقه يهز في يديه. نريد فو كونترول عاود ثاني. السلام عليكم خويا. وي خويا معايا انا. معاك انت. ورقه ديالك. ورقه ديال النيبر ولا شنو هو؟ انت واش كتمرقل بيا ولا مالك؟ وترى الورقه ديالك ولا غادي تخلص 30 درهم؟ 30 درهم؟ 30 درهم معشيري غادي نجيب بها طريفة، غادي نشد بها ستون عشية كاملة، غادي نخلق بها السعادة. واسمع أخويا، غادي تخلص ولا غادي نعوجو الكوميسارية؟ شوف بلا ما تبقى تخرف في عينيك صاحبي، راه ما عنديش، كون كان عندي ما غاديش نخلي بيتبول بحال هكا ينبح ليا قدام وجهي. تفو عمرتيني غير بالريوق صاحبي. أجاود عوج أمو الكوميسارية. يلا ما قداتو فيه زادتو فيه. لا عمرني غادي نفرح شي نهار بحياتي شي حاجه زوينه في حياتي. وقت ما كنبغي نفرح كتوقع شي حاجه. اي شكون قال شي نهار غادي يوليو يعيطوا لي انا مول الطاكسي؟ ليك باقي صغير كان سقف الاحلام عندي كبير، باقي عقل متحضيري. وداك السؤال الاسطوري اللي كان كيتردد على المسامع ديالنا وحنا باقي صغار في كل بدايه سنه دراسيه، شنو بغيتي تولي ملي تكبر في المستقبل؟ كنت كنقول طبيب. كان كيسحاب ليا هادشي ساهل، خصوصا ملي كنشوف براش حدايا ورايا وقدامي كيطوقوا وكيغوتوا. كل واحد اش كيقول؟ محامي، بيلوط. كانت عندي رغبه كبيره نولي طبيب، وبقيت عايش على هاد البلان هذا وكنقول صافي غادي نولي طبيب. ما فيهاش، ما كانش هاز لهم حتى شي حاجه. مع الوقت ما حدي كنكبر ما حد سقف الاحلام ديالي كيهبط، وكتبان ديك الساعه الحقيقه مكسله قدامي في واقع عكس تماما ما كنت كنتصوره في الماضي في الصغر. الحقيقه ديال انك انت ولد عائله فقيره، وباللي والديك قدموا لك كل ما عندهم ما خزنوا عليك والو، وباللي لافيون غوز اللي عشتيها في الصغر كانت بسبب الدماغ اللي قام كان هز الهم، كان وراها في المقابل العذاب ديال الاب في الخدمه والستريس ديال ماماك في الدار. الفقر ماشي عيب، ولكن كيخليك صحه تهبط من سقف الاحلام ديالك درجه درجه، بحال شي لبسه عريضه عليك كتبقى نقص منها حتى كيناسبك المقاس ديالها. وانا جامي كنت كنظن بلي غادي نطيح في هاد السيتوياسيون، نهبط سقف الاحلام ديالي حتى يولي الحلم ديالي ناخذ بيرمي ديال طاكسي نصوفي بيه باش ما نتحداش البنادم، وحتى انا نبقى نخيط في الشوارع والطرقان كيف ما كيديروا كاع الناس، طبر على الروسيطا والرباح من فوق منه. سميتي مواد، 27 عام زادت وكبرت في حي مولاي رشيد، الزنقه اللي كبرت فيها أكثر واحد ناجح فيها، مشدود تقريبا شي 4 ديال المرات على قبل السب والقذف والشتم. أما البقية ما كان علامة نسلم وما كان علامة تحط يديك، ما كان غير المونتيف كنطح مونتيف. ثقافة متوارثة من المكارب القدام ديال الحومة، خلو فينا فيروس صابينا بيه كاملين. الفاكسان هي الدروغة. أما أنا واخا ما قريت بزاف، ولكن كنت معمر راسي غير بلون طريمة، غير كناكل وكنعس بحال الحنش. والدي مساكن كنت زايدهم غير المصروف، ورغم ذلك كانوا فرحانين بيا حيت كاع ما كنجيب لهم الصداع والمشاكل.
اللي كيشوفوها كل نهار في الحومة. واخا أنا كنت هو بوت المشاكل، ولكن الحسابات ما كنش كان فاريهم في الحومة، كنش كان بعاد بزاف على الحومة. ديك ساعة كنت خاط مع بنادم، ولا رجعت للدار واكل قتلة كنقول لهم بلي درت كسيدة. في العشرينات كنت زعم ديال بصح، ما كانوش كيحملوني في الحومة وكيقولوا علاش هذا كتريني وما مبليش ولاش كما خارج الطريق بحالنا. واحد خالي كان كاري واحد قريمة ديال طاكسي، كان ديما كيزل ليا في ودنيا اش تبقى دير انت دابا خرجتي من القراية، دير اصاحبي بيرمي وعاود من بعد دفع باش تاخد بيرمي ديال كونفيونس ديال طاكسي. صراحة داك الوقت كنت دافع كبير، وقتش ما كان كيقولها ليا كنت كندير راسي بحال ما سمعت والو، وكنقول تفودا مالو طالقه عليا. والدة مسكينة كتبقى ديما تحمق لي بنفس الموضوع، كنت خايفة لن خرج الطريق ونولي في الأخير غادي جاي من الحباسات. ولكن أنا في المقابل كنت كنقول لها الوالدة خالي قولي قلبها ليا ما يبقاش تشابني في حياتي. قالت يوم مالا ولدي الخدمة عيب، قلت لها الوالدة واش أنا هروي أخدم طاكسي نهز زادة ونهز زاداك، نخدم شي فورد الطاكسي ما كنش راضي بها نهائيا، لدرجة ملي كبر عليا الدق من الوالد والعائلة والمحيطين بها اضطريت ديك لحظة ندبر في خدمة باش نسكت لفهم كاملين، حتى واحد ما يبقى يجبد لي الموضوع ديال الطاكسي. صافي فلان راه خدم. مشيت خدمت اجون سيكيريتي، قلت مع راسي اللهم هي ولا شي فورد ديال الطاكسي. غدفعت السيفي قبلوني نيشان، شافوني قد البغل كتافي عراض وصدر كبير كان بان ضخم، شبعان روز وبطاطا مسلوقة. داكشي علاش حطوني في واحد البوست في واحد البنكة كاينة في الهراويين، هما عارفينها نقطة سوداء كيجيو لي غوجو البخت، حطوني تماك بحال شي بيتبول باش نبقى نأطاكي أي ميكروب بدا كيتخزز لداخل. اش غادي نقول ليكم، ديك البنكة كانوا كيجيو لي غير الوجوه الجميلة، دوز فيها سيمانة ديال العذاب، زكنتا حيدنتا سالينا الخدمة لا مساليناش، كنحاول نتعامل زوين ولكن في الأخير هرست لواحد نيفو. تمشي داخل بمسطرة كيهلا لوسط البنكة حيت قطعوا لي 10 درهم من الحساب ديالو، جاب الله صلختو لداخل، هز الدقة ومشى في حالاتو حيت خونا في الله عارف إلا جاو موري الوقت غادي يشدو فيه هو كتر ما يشدو فيا أنايا، حيت هو اللي هاجم. ما كملاش 5 أيام جاب لي عصابة قريش قدام باب البنكة، حسيت براسي بحال سافرت عبر الزمن. وانا كنطل من الداخل كيبانوا لي كلهم هزي الهراوات السيوفة الحديد وكيهلوا، والله يا امك والله وتخرج يا لبان، بقاو كيحاولوا يفرقوا الباب ديك اللحظه. هو جاب الله على الصيغان ديال البركه خلاتهم يعلقوا في حالاتهم. كان هذاك اخر نهار عندي في الخدمه، من ذاك الوقت وانا مشومر. دازوا سنوات قدام عينيا بسرعه البرق وكانهم تسرقوا من حياتي، حيت ما كنت كندير فيهم والو. تبليت بالحشيش والكالة والقارو والشراب، دارت بيا الدنيا وليت كنبغي نبقى جالس بوحدي. طلع ليا كحل الراس فيها، دخلني الشك واحد الوقت، وليت كنقول ياك ما جاني اكتئاب، ما بقيتش كنبغي نجلس مع حتى واحد، ما بقى كيضحكني والو، ما بقاش كتفرحني حتى شي حاجه. فين هو معاد اللي كان خالقه غير في دونور وسط الفيراج كيبوجي وكيتهز مع اي بيت كيتماركا، معاد اللي صوت الضحك ديالو في الدرب كان كلشي كيسمعو، معاد كان خالق، معاد كان كيضحك كينشاط، كان كيصحاب لي قديم قديمه ديما صغير، كان كيصحاب لي قديم قديمه صغير وديما الافكار ديالي غادي يبقاو طفوليه، بغا نقلب غير على المتعه ونستمتع بالحياه. فجأة اللحية غوفلات، وليت نسخة من الوالد في 70s، دارت بيا الدنيا في الأخير، طبقت داكشي اللي قال لي خالي، حيت نعادمو قدامي قال الحلول وقال الفرص. واليوم الخوت أنا في طوبيس غادي للدار، كبغيت نقول
غادي الكوميسارية. المهم قولوا لي مبروك خديت بيرميت كونفيونس. دايما يتيسر لي الامور. تمت غادي في الطوبيس وصلنا للكوميسارية. نزلت انا وجوج دراري صغار تكون عندهم ديك 15 عام 14 عام. دخلنا لداخل قال لنا الكوميسير علاش ما مخلصينش الطوبيس. نقزوا الدراري الصغار وقالوا ليها احنا غتلاميذ الشاف وراه غير طاحوا لينا الفلوس. قرب نحدايا انا وقال لي وانت هاد الكمارة ديالك انت ما خافياش عليها ياك ما فايت جاي من بوانتي عندنا هنايا. قلت ليها وشكون عرف الشاف ولكن واخا هكاك راني ما عنديش الوسخ. قال لي واو تبارك الله انجاز كبير هذا. شنو كدير في الحياة ديالك؟ وريتو لاتيستاسيون. قلت ليه يلاه خديت لاتيستاسيون ديال شيفور طاكسي. قال لي مزيان وخلي خلي النمرة ديالك نحتاجك من بعد نعيط ليك. عطيتو نمرة التليفون ديك لحظة وقال لي يا سير في حالاتك. خرجت من الكوميسارية ورجعت للدار. غير طلعت الوالدة قلت ليها بلي خديت البيرمي ديال طاكسي. بدات كتزغرد ديك اللحظة بقيت كنشوف فيها مسكينة وسهيت حتى هي مهبطة سقف الطموح فيها. عارفة بلي الإنجاز الكبير اللي في هاد الدرب هدا هو ما تشديتش في الحبس وعاد زيد دابا مع الطاكسي خصوصا الخدمة مسوقرة مع خالي. ولات كتشوفني ناجح في الحياة ديالي. تمت غادي وقالت لي الوالدة ولدي دابا الأمور ديالك تقادات والحمد لله كل شي غادي بخير. شوف لك مع بنت خالتك ما تضيعش من يديك ولدي. هي خدامة مرسمة في المعمل تبداو انت وياها من الزيرو حتى توليو بخير. قلت الوالدة انا ما عنديش مال بنات الوالدة وانت عارفة دماغي عامر قبل برا تما فين كنفرغ داكشي كامل اللي كيضرني في خاطري. قالت لي ولدي هادشي فهمتو ولكن كيفاش ما عندكش مال بنات؟ بقيت كنشوف فيها كيفاش غنشرحها لها دابا. قلت لها الوالدة واش محلف عليا ولا شناهو؟ راه باينة القصة من البداية. لاش غادي نتزوج بنت خالتي؟ لاش غادي ندخل في هاد الاسطوار هادي وهي باينة من البداية؟ غادي نبداو بزواج داها وداها والله ما خلاها وغادي نساليوها في محكمة الأسرة وانا الناجي الوحيد في هاد الحومة الوليدة اللي معمر ما زال قبة فالأخر نزور على قبل النفاقة. وديك خالتي قولها تعوش شوية تشبت غارق بغارق. دوز الصباح في الدار في العشية جا عندي خالي بالطاكسي. مشيت تحركت انا وياه وبدا كنصح فيها اش دير اش ما ديرش. قال لي اهم حاجة نوصيك عليها ولدي الى بانوا لك ثلاثة اقلب وجهك وحاول تقرب نادم غير من الشكل ديالو. الى بان لك مفيك وقف ليه بان لك محفحف قولي ساليتي زيد ديك وكمل طريقك. والمهم ولدي المكاريب وياك شوقف ليهم. الخدمة في الطاكسي عالم خور غادي تلاقيك مع المسطين مع اللي بعقلهم مع المراد مع الهبل. خدم عقلك وهبط كواريك. انا عارفك عصابي ونفسك خيبة. المهم راك كيف ما قلت لك الطاكسي عالم خور. خدم القوارب واكتيفي المود ديال شوماخار سينو الشافري الاخرين غادي يغفلوا عليك وغادي يديو لك كاع الكليان وانت ديك الساعة ما غادي تصور والو. تبقى غير كتخيط في الطريق وكتحرك في المازوط على والو. والحاجة الأهم حقا قبل ما نقول لك اللي غادي نوصيك عليها مزيان وهي الرصيطة. السنتيم ما يكونش ناقص منها ولا كتناقصة غاتكملها من فلوسك. بقيت كنشوف في ديك اللحظة خالي من كثرة النصائح اللي قال لي حسيت براسي بحالة داخل الحرب. من بعد يومين بديت الخدمة خرجت من الدار طاكسي كان واقف قدام باب الدار خلى لي خالي بالليل. يلا طلعت قلت بسم الله يلا غادي نتحرك ونسمع الدقان في الزاج. درت نشوف ديك اللحظه لقيت واحد الميكروب ولد الدرب. قال لي اخويا موعد تعامل معايا الله يحفظك اديني العكاشه. بغيت نشوف خويا رشيد حيت كاينه الزياره اليوم الله يحفظك تعامل مع اخوك. بقيت كنشوف فيه وقت سبحات ولا سر قلب عليا يا صاحبي. قال لي ياك خدمتي يا صاحبي في الطاكسي وكي صاحبي قطعتي الواد ونشفو رجليك. حليت الباب ديك لحظه ونزلت شنقت في ديك لحظه بيد وحده ولصقته مع الحيط.
يلا غادي نخمج لي وجب كروشي. ويطل والده من الفوق. معاد مالك شنو كاين؟ قلت والو الوليده والو، راه غير كنقاد ديال الكول ديال التريكو ديالو. طلقت منو ديك الهضوه وتم غادي كيطوق كتعيق عليا بالفورمه وترى اللي نفخو الحديد كيفاش شو الحديد. هاي عندك ولد ميمتي. نار كان باين من صباحو. طلعت الطومبيل وبقيت كنقول تفو تفو على كارتي كيدير. داك الصباح دوزت فيه العذاب ديال بصح، كلاكسون فروجات طلابة وسخ مطر، الدنيا كل عام طريبورت وهرات مازول كتحرق. مرة كنضرب طليل على الروسيطة، يدي دراتني بالبونية، دوز ليمن دوز ليسر بوامور تروازيام كاتريام. مرة كنطلع الروسيطة والجماعات والو بحال كنت كنقطر عليها. ملي كمل داك نص النهار كان غادي يهرب ليا، دماغي كان واقف وفي الدوخه ما فهمتش انا كيفاش الشافريه ديال الطاكسيات باقين عايشين. كانت في الدوخه ديال بصح اللي ركب حدايا كيجبد موضوع في شكل مه اللي مخاصمه مع باها، ها اللي مريض، ها اللي غادي للسبيطار، ها اللي كيدوي غير بوحدو. اما اللي كيجبدوا العيد الكبير واخا باق عليه 5 شهور هديت ولا حرج، اللي كيجبدوا الشتاء والازمه ترى ما يمكنش. عمرني تخيلت راسي نتبع الراديو حتى عطيت ودنية داك الصباح. المشكل هاد العذاب كامل ويلا بقات لي 1000 ريال رباح فوق الروسيطة. رجعت للدار وانا مهلوك ديال بصح وحاقد، فقت موتيفي في الصباح ورجعت مبهدل من كثرة الغوات والسبان في الطريق والكلاكسونات. صراحة كنت بهلا ندوز حرب. طلعت للدار تلاقيت بالوليدة، شافت فيا وعرفتها كتسنى مني ندبر عليها. مديت لها ديك الألف ريال ومشيت دخلت دوشت وبقيت كنشوف المرايا بحال قريت الفيلم كيفاش غادي يكون في المستقبل. ملي كدار بيك بزاف ديال المرات كتولي عارف البلان كيدير، بحال شفت نظرة مستقبلية على المستقبل ديالي كيفاش غادي يكون بعد سنوات، كيفاش غادي نولي من بعد 5 سنين نسخة من خالي زرق بالشمس لي ساغن والكرش خارجة والسنان ريبين بالكافي نوار والقارو. داز داك النهار وغدت لي عاوتاني نفس المعاناة، غير هو ما بقيش كنخدم النية، وليت كنعزف الكليان. كنت الصراحة كنوقف غير البنات على قبل داك البلان ديال صافي غنخلي الصرف عندك كيحشمو مني. اما حتى القوالب ديال نطول الطريق كنت باقي ما كنعرفهمش مزيان، بقيت غادي كنخيط في الشوارع ديال كازا طارق المزيكا وغادي موغل وسط الضجيج والكلاكسون، وبقى هادشي كيتكرر كل نهار. حاجة الوحيدة اللي كانت كتخليني نكمل داك نص النهار الاول وهي جوان قبل ما نديماري كان كطفى لي الدماغ. اما صراحة كنت غادي نفريها ماشي مرة ماشي جوج في الكوميسارية. ما كامل السيمانة واحد الصباح كان مزوهر كانت راشقة لي الصراحة، طارق الشاب بلال وغادي خالق أبالي يا بالا. كنت ديك الساعة كملت الخدمة وغادي للدار، وقفت واحد الخونة حيت كان غادي في نفس الطريق اللي غادي فيها واحد الأخ اللحية ديالو كبيرة تبارك الله. تمينا غادي نحسس بيه بحال مشي وهداك غادي وكيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بقى غير كيقمقم ديك اللحظة في الأخير زعم وقال لي أخي لو ممكن تحيد الموسيقى. تحني ديك لحظة نحيد الموسيقى من واحد البوست قديم ديال الثمانينات. زدت القدام وقفني بوليسي قال لي حركتي الضو الحمر. شفت ديك لحظة في الريترو بانوا لي طومبيلات واقفين، بقيت كنشوف اللحية معرفتش ما نقول. بقيت معاه مني منك حتى خلصت 150 درهم الرباح ديال اللي صورتو داك الصباح. مشيت ديك الهضوة وبقيت غادي كنسب وكنهاير، وداك الأخ كيقول لي اتق الله اتق الله يا أخي. كمل ديك الهضوة ورجعت للدار، طلعت شاعل ديال بصح. شافني الوالدة مبهدل كاره الحياة، قربت من حدايا وقلت لها الوالدة غادي تدوى مع خالي، قولي ليه بلي آخر مرة غادي نحط مصاتي في داك الطاكسي
قلت لي يا ويلي واش حماقيتي؟ قلت لها الوالدة راه تبهديله ديال الكلاب اقسم بالله، ما حيتي الطريق ما حيتي الشمس بالزحام والروينه والغوات والبشر. بقات كتنقول عليا الوالدة وكتغوت. جا الوالد ديك الهضره وكمل الباهيه. نزلت كنجري في دروش نقلب ساعه اخرى حيت ما كنبغيش نغوت عليهم ولا نقلل الاحترام ديالي عليهم. كيف ما كان الحال كيبقى والديا. قبل ما نفوت الباب سمعته كيقول لها شتي داك البروش ولفها بارده، كتافو بردو على شي حاجه سميتها تمارة، وهادشي كامل بسببك نتيا. ديما غنخليه درويش ما تدويش معاه، ما كيجيوش لنا المشاكل. شتي انتي اللي خرجتي عليه، شتي انا منك انتي غنخليه يبدا تصدع. هذا يا غير القفه اللي غادي نديوها ليه في الزياره راه كيضربها هنايا، شنو الفرق؟ خرجت ديك الهضره من عتبة الباب، مشيت للكافي وانا حاقد الدلب صح، جلست وانا شاعل. ما كملاش تقريبا نص ساعه جالس كنت كيف وكن نشرب كافي نوار، بالي الطاكسي ديال خالي بلاصه قدام الكافي. جانيش انا عندي قلي تمالك صاحبي مصبرتيش، حاولت نلقى لي اعذار ونقول لي بلي راهي الظروف ديالي بلي راني مريض ولا عندي شي مشاكل. دويت لي على الطريق والزحام والستريس. قلي شتي انت غادي يصلح لك غير الليل، انا غادي ندوي مع الدري اللي كيخدم بالليل وتبادل انت وياه، هو بالنهار وانت بالليل. الصراحه كنت داير في بالي ما رجعش نهائيا للطاكسي، ولكن اللي اقترح لي خالي هذا الاقتراح هذا قلت لي ما كاين باس نجرب. المهم بعد بالليل انا اصلا كنسهر والدواء كتكون خاوي شويه. داكشي اللي وقع، خدمت اول ليله هبطت لجيت لعين دياب معريف تومارس احياء الراقيه. اول حاجه الطريق كانت مسرحه بزاف والجو كان بارد زوين، عجبتني الخدمه صارها بالليل. واخا الاغلبيه اللي كانوا كيطلعوا كلهم بنات الليل والرجال كانوا خارجين من البيران سكرانين الكاو، اهم حاجه انهم كانوا سخيين صراحه، كيخليو لي 10 درهم 20 درهم فوق الخلاص. بقيت خدام بحال هكا وكنت كنطلع المصروف ديالي كل ليله. من بعد شهرين تقريبا كنت غادي واحد ليله بواحد الشبانيه كتبان لاباس عليها، كنت غادي بها جيت الفيلات اللي قراب من بورغون. واحد ختنا عندها فيات سانسو، خرجت مع الزنقه باش جايه باش دايره وهي توشي لي الطوموبيل. جيت ليزان جاب الله غير الحرده كانت خفيفه شويه. نزلت ديك الهضره كنهلل عليها، خرجت البنت كانت كيوت وانا ضخم حسيت بها مسكينه بحال تزرات مني وكانت باغا تفاري معايا بالفلوس. قريت هذيك الهضره بلي ناقصها شي ورقه من الورق ديالها، سوا ما عندهاش البيرمي ولا لاسيرونس ولا شي بلان بحال هكا. حلات صاك ديك الهضره بغات تفاري معايا بالفلوس وقلت لها صافي غير سيري في حالاتك. ركبت في الطوموبيل وتحركت، غير تحركت ديك الهضره بالطوموبيل انا قالت لي شي بنيه اللي كانت راكبه معايا هادي يسرى المنصوري. الصراحه ما مولفاش كتسوق بحال هكا، يا رب الله مسكينه شنو عندها. قلت لها ودي مهمتي خطف الله باينه لاباس عليهم والناس اللي لاباس عليهم، اي مشكل كيفاريو بالفلوس، اما احنا الفقراء عندنا غله. تميت غادي بديك شيبانيه وتصدمت ملي وقفت قدام الفيلا ديالها وانا طرق كل طابخ لها راسب على الفقر والمعاناه. مسكينه باينه عمرها سمعت هادشي اللي قلتو لها. داز ديك الليله من بعد دازو ليالي، بزاف من بنات الليل كنت كنتلاقى معاهم في الطاكسي خداو النمره ديالي وليت خدام معاهم غير هما. روسي طا مابقيتش كنحير فيها الصراحه، وليت دغيا كنطلعها. واحد الليله كنت يلاه وصلت واحد الراجل لواحد فيلا في عين دياب، وقت اللي كنت غادي في حالاتي. قبل ما وصل الشارع شفت واحد جوج ديال المكارب راكبين في واحد 96 وانا كنعرف هاد الكمامر مزيان، كانوا غاديين قدامي. داك الوقت شوما يضربو دوميتور كنت غادي نقيسهم، بقيت كنكلاكسوني وخرجت راسي وبديت كنهلل وابقر علال ووجوه البخت. قام تسوقو ليا كاع، عرفت مولاد كلاب غادي يكونوا قانين على شي واحد. جريت ديك الهضره مع الفيلم قدام، ضربت انا دوميتور وتميت غادي قاصدهم. قدام باتي واحد بنت كانت واقفه قدام الطوموبيل ديالها وشاده في راسها،
وكانت حالة المارة ديال الطوموبيل. دس من حدا وخوتنا فلا ما بانوش ليا. فرني ديك لحظه ورجعت عند مارشارير قلت لها سلام اختي لاباس بخير؟ قالت لي لاباس. قلت لها واش خاصك شي مساعده ولا شنو؟ قالت لي نو سي بون ميرسي، راه صاحبتي جايه في الطريق. قلت لها واخا وطلعي بعد الطوموبيل، راه الدنيا خاويه وهادشي خطر عليك. بقات كتشوف فيها وطلعت للطوموبيل. ختنا في الله بالحرام بياسه مرداسه كديره مجبده تماك. اي 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 طلعت ديك الهضره كبات وتحركت انا وتميت غادي بشويه في الطوموبيل وكنشوف الريترو. هما يبانوا لي خوتنا في الله جايين عاوتاني، تما جايين بسرعه كبيره بزاف ما يوقفوا لها. جبتوا السيوف ونزلوا وبداو كيحلوا في الباب. والصدمه هو انه الباب تحل. ختنا في الله مطنق طلعت لداخل وقال ما سدات الباب. جروها من شعره واحد كيفايف فيها والتاني كيفايف في الطوموبيل. ترفعت ديك لهضره ما عرفش من ندير. معروف عليه بلي ما كنبغيش الظلم وما كنبغيش الحكره. ما بقيتش كنفكر بزاف في العواقب. تمتم وركت على الكسيراتور ورجعت مارشارير بسرعه كبيره بزاف. خونا في الله اللي كان كيفايف فيها شافني جاي بسرعه كبيره، عيط على صاحبه ما تحركوا في الموتور مع دخلت فيهم مباشره. تفزعوا في الارض تقريبا شي 2 متر في الارض وكيغوتوا وكيتوجعوا وعاودوا جمعوا الوقفه. نزلت ديك لهضره الطوموبيل وتم جاي قاصدني واحد فيهم وهز علي السيف. شافني ديك لهضره ويعوج هو وصاحبه، يمكن زراتهم الفورمه. مشيت ديك لهضره هزيت الساك من الارض قرات من حدا البنت ومديتو لها بحال داكشي ديال الافلام التركيه. لقيت اختنا فلا صفرة بالخلعة وكتبكي. قلت لها فين كسفني؟ قالت لي بصعوبة غير هنايا. قلت لها طلع انا وصلك، خوتنا فلا يقدروا يرجعوا تاني من جديد وانا راه عندي ما يدار. مديت لها يدي ديك لهضره وركبات معايا وتحركت بها. كانت كترعد وخايفة. قالت لي عافاك ما دينيش دابا الفيلا ديالنا، نضرب بيا دوره خفيفه عفاك ضرب فيا شويه البرد. ما بغيتش ندخل بحال هكا للفيلا وبابا علاقتي بيه ماشي هي هذيك. مشيت جيت عند دياب لاكوت غادي ومره مره كنشوف فيها وكنقول مع راسي زعما اني كتب لي شي نهار نخرج مع شي بنت زوينه بحال هادي. ختنا في الله كتبان انيقه وباين خانسه فلوس. جبدت ديك لاطا سيجاريت الكتريك وبقات كتكيف. قلت لها ما خفتيش؟ واقفة تماك بوحدك وحالة المالة من الفوق. قالت لي جامي وقع لي هكا الطوموبيل ما عرفش مالها و ما بقاش باغا ديماري. قلت له حالة المالة زعما راك تايقة في راسك كنت باغا تصايبها. قالت لي قلت مع راسي يمكن شي حاجة ساهلة ولكن صارها بيني وبينك ما قفلت والو. قلت له مالك شباني بحالا اصلا ملي جيت لقيتك مصدومة وبحالا باكية. قلت لي عندي غير شي مشاكل شخصية. قلت لها انت وقلتي بحال هكا مرسيدس وبينا فيك العاقة اش غادي نقول انايا؟ بقات كتشوف فيهم مستغربة. قالت لي فين كتسكن؟ قلت لها في حي مولاي رشيد. بقات كتشوف فيها مستغربة وقالت لي ما عرفتوش فين جا. قلت لها ودي بلا ما تحمقي راسك ما عندك علاش تعرفي. بقيت غادي كندور بها في جهة لاكول. داك الوقت لقيتها كتشوف فيها. قالت لي شكرا بزاف. قلت لها ماشي مشكل. قالت لي واش انت بصح شي فور؟ بقيت كنضحك ديك اللحظه وقلت لها علاش زعما كتسولي؟ قالت لي غير سولتك. قلت لها الصراحه غير كندير باني الوقت اللي ما كيكون عندي ما يدار كنهز الطاكسي ديال خالي كنبقى ندوز به شويه الوقت. بقيت غادي مع اختنا وكندوينا وياها تقريبا شي نص ساعه. من بعد صونا التليفون ديالها بزاف ديال المرات. قالت لي بابا يمكن وصلاتو الخبار. ديت هذيك اللحظه نيشان الفيلا قدام باب بغات تخلص ديك اللحظه وقلت لها لا 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 غسيري. نزلت ديك اللحظه ولات تحركات وانا نسمع شي واحد كيغوت شريف شريف. وقفت ديك اللحظه وجا عندي باها بغا يخلصني وقلت ليه لا لا عمي ما كاين بس ماشي مشكل. قال لي اسمع الطاكسي عندك مضروب من اللور وفي القانون ديالي انا اللي دار شي حاجه كيتجازى عليها. ما كنبغي حتى شي واحد يخلي عليا شي حاجه. لاح لي ديك لهضره شيك
وبقيت كنشوف فيه. قلت ليه شكرا بزاف. تحركت ديك لهضره من تماك وغير وصلت لواحد الفروج وانا نقلب داك الشيك. لقيت فيه 10000 درهم. طال لي الجوك ديك الليله. رجعت للدرب وكنت الكاو ديال بصح وبرغم ذلك كنت فرحان. طلعت للدار وباشيت نيشان. دازت ديك الليله في الصباح غادي نفيق على صوت خالي كيهلل على الوالده في الكوزينه، وكان معاهم حتى الوالد. كان واضح بلي الموضوع داير عليا. قال لي امه مزيان انا ثقت فيه، قلت زعما غادي نصوفيه ولد اختي وعيش من وصي فيه. في الاخير ضرب لي مع شماكريه ورجع فيهم بالطوموبيل ناوي يقتلهم. اسمح لي يا اختي، انت عزيز عليا بزاف والكره الطاكسي ما غاديش يبقى يهزو. نقص ديك الهضره الوالد وبدا كيهلل. الوالد ديالي ديما متربص على الفرص باش يلقى فرصه فين يبخ السم ديالو فيه ويضرب الوالده بيه ويلومها بحال انا دري صغير. قال ليها اخويا الشي هادي شات اختك هادي راه هي اللي خرجات عليه. او داش من خرجات الوالد. كل ما كانت الوالده كوراني غادي الي روتور العكاشة. صعيب تكبر وسط مستوطنة ديال المكاريب وما تمشيش في طريقهم. رحت المنطقة ديك لحظة وزيت داك الشيك اللي كان فوق الطابلة. قربت من حداهم ديك لحظة وما يضربوا الطم. مشيت نيشان قصد خالي. قلت لي ها هو الشيك في 10000 درهم، سير صايب بيدك القصديرة ديالك وخلي الباقي عند وليدها. ولا درتي معايا لبارية غادي تشوف معايا الاخر، غادي نمحيك من لاليس. بقيت كنشوف فيهم كاملين. قلت لهم اودي لقينا الخير في البراني ما لقيناه في الدم. تمت غادي تبعتني الوالده وقالت لي ها ولدي الا سمعتي شي حاجه راه غير على مصلحتك. مشيت كلا غسلت وجهي فطرت هزيت الساك ومشيت نيشان لاصال. وقت ما كنوصل لهاد النيفو البارة اللي كتفارعها دخلت درت الكيتف ودني وبقيت كنهز في التقل. داز داك النهار كامل ودماغي خدام، واحد التلفة ما غادي يحس بها غير اللي مجربها. كتكون ديك الساعة بديتي كتفهم الحياة ولكن خسارة. ما عطل شوية عزيد البلياو قلت ما يدار. كتولي حيط قصير، كتولي واحد غامع التريكة ديالك. في هذا الوقت بالضبط كيخصك تغيرها. عمرني فكرت في الغربة ولا عمرت راسي بها، تبديت كنفكر فيها ذاك النهار. في الليل تميت راجع للدار من بعد ما عرفت بلي والدي غادي يكونوا ناسو. تلاقيت بواحد الدري كنت كنعرفو شحال هادي يامات سانكيام، وحيت مبقاش عندي مع البشار قلت ليه السلام من بعيد وكمل طريقي. تبعني وقال لي اصبر عمواد راكش كنقلب عليك اصاحبي. ريزيدونس فين خدام انا يا راه كيقلبوا على دري وقف قدام بارير ويقابل لي كاميرا سيرفايونس. فكرت فيك صراحه انت الاول، انت انقى واحد عندنا في الحومه. قلت لي فين كاين هاد البلان هذا؟ قال لي في بوركون، حي راقي بزاف والناس اللي ساكنين خانزين فلوس. قلت لي صافي بلان الله يحفظك. اصلا لقيتيني حاقد ديال بصح وشادني واحد التلف راه ما يمكنش. قال لي اذا غادي ندوز عندك غدا في الصباح ونتحركوا. قلت لي صافي مشات. دازت ديك الليله وداكشي اللي وقع. في الصباح خرجت بكري من الدار ومشينا نيشان لبوركون. لقاني بالمسؤول الكبير ديال الشركه ديال السانديك، شافني ويحمر فيا. تفاهمت مع ديك الهضره 3500 درهم وبديت الخدمه. عندي واحد الكاريطه قدام بارير والداخل كاين واحد ليكرون كبيره فيها بزاف ديال لي كاميرات سيرفايونس. كيجيو الناس كنحل لهم الباب من بعد ما كنتاكد بلي هما ساكنين تماك، ولا كان شي واحد براني كناخد من عنده لاكارت ناسيونال. الناس اللي ساكنين تماك يبانو في شكال، ما كاين شي واحد فيهم تلقاه مخنزر ولا حاقد، كلهم كيبتسموا غير ضاحكين. ريزيدونس كانت ساقله، ناس عايشين واحد كالم ما يمكنش. بقات غادا حياة نورمال مكواني في ديك الكاريطة. طارق المزيكا واليوم كيدوز غير كيضحك.
شي بنات زوينات كانوا ساكنات تماك. ترى ما يمكنش. وقت ما كانوا كيبتسموا لي كيطلعوا لي المورال. من بعد تقريبا 20 يوم واحد ليلة وقفات واحد فيات سانسون اول مره غادي نشوفها في هذا الريزيدونس. طلعت غادي نتاكد شكون حيت ما كان حلش لاي واحد. طلع لي واحد مكلمن كراكب حداها قال لي حل عافاك. غير هزت عيني ديك لاطف البنت اللي كانت حداها حسيت بحال فايت شايفها من قبل. عاد فكرت ديك لاطف البنت اللي كانت وشاتني بالطوموبيل. حليت البارير وبقيت مكواني مره كنهز عيني في ليكرون اللي شاده لي كاميرا سيرفايونس. ما كملش ربع ساعه بقيت مقابل ختنا مولات الفيات سانسو وكنقول مع راسي شوف تيتيس كدي تيتيس خونا بين خانس فلوس حنا عندنا في حومة مخير فينا مسكين كي ياخذ مشرملة شبعانة جوانات والله ما كذبوا اللي قالوا كل زرع عنده كيالو. مبقاش مقابل ختنا في الله في فيات سانسون كانت راكبة مع خونا حيت كان طوم الفوق كش قادر نشوفه من بعيد شنو كيديروا في الطوموبيل. بقيت كنشوفو فيهم خونا في الله بحالا كان كيتقرب منا صحة وهي كتبعد فيه. في الأخير هبطات من الطوموبيل ويتبعها وتم غادي بها صحة وهي كتنتر منه. خرج ديك العظام الكاريطة ونشوف شنو كاين. قربت ديك الوقت من حدام وفعلا لقيتهم خاسمين. قلت ليه شريف واش كاين شي حاجة؟ البنت غير سمعتني رجعت فيها الروح هزات ديك العظام عينيها فيا وشافتني. حسيت بها من الشوفة ديالها بلي عقلات عليا. جات كتجري ديك العظام عندي وضرقات ورايا. قلت لها صاحبي واش محشوماش؟ بنت صاحبي ديرها بحال هكا. قال لي داف راسك سير بلاصتك الكلب انت غا كلب حراسة. مولف كان هبط من الكواريه وكان حدر الراس بزاف ولكن حتى للدرجه مستحيل. قربت ديك العظام حداو قبل ما يزيد كلمه اخرى خشيت لي كروشي اللي وجهني شان هو يتنشر في الارض هو بدا كيغوت ماما بابا جبل بلاد داوت ما قدر بصح للسانديك وجاب البوليس وداوني الولايه. بقيت تما شي ربع ساعة مخشي في واحد الغرفة. من بعد دخلوني عند واحد الضابط تما قال لي قلبت عليهم صوت والدين اش قربك ليا صاحبي الدري العائلة ديالهم يسورة ومحال غادي يبغيو يتنازلوا ليك. المهم راه اتصل بيا السي محمود وراه غادي نديرو كل ما في جهتنا باش نوجهو ليه تهمة ديال التحرش ومحاولة اغتصاب. نحاولوا نوليهم يديهم على واسع يتنازلوا ليك. حاول انت دابا تتصل بوالديك وعلمهم بهذا الشيء اللي وقع. قلت لي صافي واخا. قال لي بالنسبه للمحامي ما ترفدش الهم راه يسرى تكلفات بهذا الشيء. جبت التليفون ديك العظام من جيبي وعيطت للوالده رسمها صوتي اش غنقول لها. كانت امنيه ديالي من شحال هادي نفرحهم بشي خبر زوينه الخبر اللي ما عمرني تخيلت راسي غادي نقولها اليوم. سمعوا الخبر ديك الهضره بدات كتغوت وكتهلل. قعدت ذاك الوقت في الحبس الاحتياطي بسيمانة تقريبا. للأسف المحامي أكد لي باللي التهمة اللي وجهاتها يسرى ما مقبولاش حيت ما كانش دليل. عزيز الولد كان اللي كان معاها كان خطيبة. برغم جميع التدخلات قدموني عند الوكيل وصيفطوني العكاشة. جوج ديال الجلسات حكموا لي ب 4 شهور ديال الحبس بتهمة الضرب والجرح. داك المكلمن كان بحال شي كيكه كروشي واحد مني وجهو ديفورم عليه. داكشي علاش القاضي غير شاف تصاور ويغيز ليا. عكاشه يا عكاشه الكوان اللي ما عمرني تخيلت راسي غادي نحط رجليا فيه كتاب عليا. دوزت المده السجنيه ديالي تماك. ملي خرجت كنت حاقد ديال بصح حاقد كتار من الاول. وانتم عارفين غير كتزوروا القبة شكون مازال غادي يشوف فيك حيت كتولي في نظر المجتمع مجرد حباس. ماشي غير نظرة المجتمع اللي تبدلات سيمانة ورا خروجي من الحبس. حسيت بحال والدية تما بحال وليت متقال عليهم لدرجة الضغمة في الغداء وليت كنصيفطها بالزز وليت عايش شيزوفرينيا.
راسك يقول لي وليتي حباس، خرج براك عباد الله ودي البنادم ديالو. والراس الثاني كيقول لي سير حرق صوفي راسك. اصعب حاجه في الحياه هي تشوف راسك تضيع وما قادر دير والو. ندمت على بزاف ديال الحوايج، اهمهم القرايه، حيت على الاقل بعدا كنت غادي نتخشى مع بنادم في الشركات واخا غاب سميك. المهم بعدا ما نتحضاش بحال هكا. داس 20 يوم من نهار خرجت من عكاشة، كنت كندوز معظم اوقاتي في لاصال معاشر مع البارا وليزالتير. بصراحة كون ما كانش في لاصال في حياتي، كون ما كانش هاد الرياضة في حياتي، كانت غادي تكون اسوأ نسخة مني. واحد الصباح كيف العادة كنفيق خامر، ما كنبغيش نفطر معاهم في الطابلة باش ما نبقاش نسمع ديما ديك الاسطوانة. جات فيقاتني الوالدة وقالت لي ولدي معاد شي بنت كتسول فيك. بقيت كنشوف فيها مصدوم وعيني مقلوبين. بنت؟ انا اخر مرة صاحبت في السانكيام، شكون تخطنا هادي؟ نض ديك الهضره طلعت من الشرجم ويتباليا فيها سانسو وجوج ديال المكاري في القونت كيتبربسوا عليها. نزلت كنجري ديك اللحظه، ما غسلت وجهي، عرفت الباب قلت لهم دراري غيروها صاحبي، اللي في الارض ديالكم واللي في السماء ديالكم، واش ما كتعياوش؟ قرات من حدا البنت ولقيتها يسرى ابتسمات وحلت الباب وقالت لي سلام وعد على سلامتك خويا، المحامي هو اللي عطاني العنوان ديال داركم. بصراحة جيت بغيت نقول لك شكرا بزاف على الجيست اللي درتي معايا. عمي خدام في البوليس ومحمود هو المحامي ديال بابا، داروا المجهود ديالهم كامل باش ما تحطش رجليك في الحبس وكما قدروش. اسمح لي عافاك انا سببت لك في هاد الشي هذا. المحامي قال لي بلي هادي اول شدة لك، وانا عارف العواقب النفسية ديال هاد الشي والتبعات الاجتماعية من وراء اول شدة. داكشي علاش بغيت نهاونك. قلت لها ما كاين باس، اللي وقع وقع. قالت لي انا دويت مع بابا وقال لي بلي يقدر يعاونك تخدم معنا في الفيلا. بابا راه معروف وعنده بزاف ديال المشاريع، وانا غادي نكون فرحانه الا قبلتي المساعده مني. اعتبرني اختك الصغيره وكطلب منك هادشي. بقيت كنشوف فيها وابتسمت، قلت لها عفريته مع راسك مشاغبه هاد فيات سانسون هادي كتحكي لي الرويد في الطريق. قلت لها واخا صافي ان شاء الله غادي يكون خير. جبدت ديك الورقه كتبات فيها العنوان ديال الفيلا ديالهم وقالت لي غادي نستناوك اليوم مع 8 في الفيلا. مشات خطنا في الله وطلعت للدار وبقيت كنفكر في هذا البلان. داك الوقت الوالده كانت كدوي في التليفون غير قطعات قالت لي شتي ما بغيتيش بنت خالتك دافع عليها كبير، ها هي تخطبات ومع واحد خدام في بنكه وبقى انت بحال هكا دير 50 عام لولاد لو تعد. قلت لها الوالده واش ما كتشوفوش فيا شي حاجه زعما في المستقبل؟ صافي نيستو مني، حيت الصراحه بهاد الهضره اللي كتقولوا ليا كتحسوني بلي صافي كبرت وبلي صافي الحياه سالات بالنسبه ليا. بهاد الهضره هادي كتقتلوني الوالده، ما خليتو البراني ما يقول فيا. داز داك الصباح وحاجه وهذا خلاتني مكالمي هو البلان ديال يسرى. كنت صراحه متحمس وكنتخيل مع نفسي كيفاش غادي تكون طبيعه الخدمه معاهم. خطنا في الله بينهم دارهم فيه كل العاقة. داز داك النهار وفي العشية تحرك نيشة العين دياب، ما وقفت غير قدام واحد فيلا. الصراحة فكرتني غير في الفيلا ديال مولات مرسيدس. وقفت قدام باب صوني تحلات الخدامة، قلت لها عافاك كلمي ليا يسرى. ما كاملة جوج ديال الدقايق جات كتجري، حلات الباب وشدتني من يدي وتمت غادم دخلاني لداخل. قالت لي صبر نكلم بابا. مشات دخلات وبقيت واقف انا ورا الباب. سمعتها كتغوت بابا بابا راه جا داك الدري. من بعد تمشي عند باها وبقى واقف كيدوي معاها قدام الباب. قال ليها يسرى راه ما عندناش فين غادي نخدموه، سينو غادي نشوف لك مع شي واحد من صحابي مرة اخرى وليت علميني.
قلت لي قلت لك بابا وقلت لي صافي واخا نعاونو. قال واخا. قلت لي شنو دابا غادي نخليه واقف برا؟ على الاقل قول لي شكرا كاملين، راه مسكين ولي هو اللي عاوني داك النهار وبسببي انا بابا وقع لي داك المشكل. لحظه تميت غادي بحال هادشي، تحل الباب، عيطات بسميتي، دارت قربات من حدايا وقلت لها صافي بلا ما نحرجك انا نفسي خايبه، ونقدر اسمع شي حاجه لداخل نولي دايره قد راسي. عافاك. بقات كتشوف فيها وجراتني بزز. غير دخلت لداخل لقيت العائله كلهم مجموعين على الطابله كانوا كيقصيو. غير شفت ديك لحظه واحد البنت وانا نصدم، هي نيت مولات مرسيدس، وتصدمت ديك لحظه ملي نضبها وقال لي صدفة وشكال هادي. يسبق لك عاونتي نادين وحتى يسرى. قلت الصراحة ملي وقفت قدام فيلا قلت مع راسي بلي هاد فيلا مألوفة عندي، ولكن أنا براسي مصدوم. نادت لها دمهم وقفات وقربت من حدايا وقالت لي يا ولدي هذا نهار كبير، ما تقولش هكاك يسرى، راها عودت لي الظروف ديالك، المشاكل اللي عشيها من ورا داك السطاح. تعال جلست تعشى معانا. مشيت كلعاد جلست اون فاس مع نادين ختنا مولات مرسيدس، كانت ضربة واحد الحطة في شكال بيجامة ديال الساطان. وقت ما كناكل وكندوي كنلقاها كتشوف فيا، ولا العكس هي كتلقاني كنشوف فيها. الناس كانوا دراوش رحبوا بي الصراحة، الحاج كان اوبن مايند، عاودت لهم الظروف ديالي والعيشة اللي كنعيش. كان لابد الصراحة نزيد في فويخرات. قلت لهم بلي ديت بطولة المغرب كمال الأجسام ولعبت بزاف ديال لي كومبيتيسيون، لقيت سبب الوسخ بسبب الحبس باش نزيد نحسسهم بالمسؤولية تجاهي ويعرفوا بلي بسبب بنتهم وقع لي هادشي. ديك الساعة لقاو لي خدمة. ملي كملنا العشا خرجت برا الجردة، بغيت يسرى جا عندي وشعل السيجار ديالو. قال لي الفيلا الصراحة محتاجين فيها حتى واحد، عندنا واحد الدري سميتو عثمان هو جارديني عالي هو الشيفور ديالي، دونك ما كاين حتى شي بلاصه خاويه هنايا، غير هو ما يمكنش ما نعاونوكش انت دابا راك وليتي واحد منا. كاينه طوموبيل هنا كتبقى غير واقفه ديال الحاجه، وهي مسكينه كبرات في لاج ما بقاتش قادره انها تسوق، والصراحه راه كازا راه تعرف الطريق فيها صعيبه. الشيفور ديالي انا كيتعذب معايا بزاف، ما يمكنش ديما يبقى يداه هي ويجيبها، حيت باغ فوا كيوصلني انا كنرجع لها هي، وكيبقى مسكين غادي جاي، وبعض المرات كيتعطل عليا. انت الصراحه غتهنيني من هاد المشكل، غتهنيني من الفيلا، تقدا ليهم ديهم فين بغاو مزيانه. قلت لي الله يا ودي عمي خير وبركه. قال لي اللهم يسر سير ارتاح، وغدا غتجي غتلقاني موصي عثمان جارديني، هو غادي يشرح لك كل شيء. وبالنسبه للترونسبور تقدر تبقى تخلي الطوموبيل عندك تبات عندك، غير هو بشرط تجي في الصباح بكري تكون هنايا. قلت لي شكرا بزاف لالي خدتك الحاج. خرجت من الفيلا وانا غادي نطير بالفرح، حيت كان علي واحد الضغط كبير بزاف. رفدت الزنقه ديالهم وانا نغوت. واه رجعت للدار قبل ما الناس، بقيت متكي وكنفكر في نادين، مازال عاقل على ديك الليله، بنت فيها شي حاجه مميزه على كاع البنات، بنت في شكال عينيها الشكل ديالها. داس ديالو في الصباح فقت على النبوري، تحركنيش الفيلا كيف ما قالي الحاج. لقيت الجارديني عثمان، دري تقريبا يقدر يكون قد فلاج ولا كبر مني، كنت صراحة كنتخيلو في شكال، بساعة باينة تا هو ولد الشاب كيقلب على راسو. بقيت كندوي انا وياه وشرح لي بزاف ديال الحوايج، وعطاني الكونتاكت ديال الطوموبيل بي ام سيري طروة. قال لي شوف هنا غير حد الراس وتمسكن حتى تمكن، كيف ما كنقولوا حنايا، دير بلاصتك معاهم وحد الراس وراه ما غادي يكون غير الخير. مشات ماني دير خدمته وانا بقيت جالس الطوموبيل برا، كانت مريحه بزاف، صباح كامل وانا جالس فيها. مع ديك 12 خرجت الحاجه ركبت اللور وقالت لي
عافاك وليدي، وصلني عند اختي في الوازيس. شحال هادي ما شفتها مسكينه. تحرك ديك الهضره الطوموبيل، طرق كل اول حاجه كدوي معايا نص كلامه كان بالفرنسي، وانا غير كنقول لها زعما راني فاهم. داز ذاك النهار وفي العشيه كنت وصل الفيلا، جالس في الجردة وكنستمتع بالجو اللي كانوا عايشين هما فيه، وحاط حدايا كافي نوار جابت لي الخدامة. ما كملاش 5 دقائق نزلت نادين، كانت معصبة كدوي في التليفون، كانت مرفوعة وكتغوت. قبل ما تقطع المكالمة ضربت التليفون مع الأرض. مع دار ديك لادا شافتني كنشوف فيها وهي تقول ليها اش قلة الأدب كتصنط عليا، لكن انت كابر في هادشي. الفيلا راه عندها الحرمة ديالها. تو مشات ديك الهضوة ونط من بلاصتي. عشمان من بعيد كان كيشير لي بيديك يقول لي اسكت تكالما. بقيت واقف ديك الهضوة وكنغلي حيت ما جاوبتهاش. جات عندي أسرة ديك الهضرة سمعت داكشي اللي وقع وقالت لي معاد ما تقلقش ما ديش عليها. نادين مؤخرا عندها بزاف ديال المشاكل مع خطيبة، ندعي مع الله يفكها منو كيف ما انا وقع لي مع داك خونا. قلت لها اسمعي قولي لي عافاك اخر مره جبدني على طرف لسانه، والا غادي تشوف معايا الاخر. انا راه اخر حاجه ندير هي نتحسرف على قبل الخدمه. وصلي لهادشي. داز داك النهار جات للدرب كنت حاقد ديال بصح بلاصه الطوموبيل قدام باب الدار. غير نزلت لقيت أمة محمد دايرة فيا قيو، بقيت كنشوف فيهم. عرفت علاش أغلبية ولاد الشعب ما دايرين التلعبة في حياتهم، بسبب التابع ديال والو. طلعت للدار لقيت والدي والوليد واقفين والفرحة على وجههم. ملي عرفوني وليت شي فور. حسيت ديك العذاب التعامل ديالهم تبدل شوية، واخا أنا باقي ما داير والو في حياتي. راه فعلا هادشي كيوقع مع كلشي في العائلات المغربية. بارفو كنسأل علاش، حيت كيف ما كان الحال الحياة صعيبة برا، العراقيل والمشاكل والصعوبات اللي كنعيشوها برا. بعد مرات كتبغي تحس بلي عندك علامة تكة الوقت اللي تعيا وتحس بالحزن، علامة تخوي دموعك. ولكن الثقافة ما عندناش في المغرب، إلا بكيتي غتسمى مريوة. داس هاد الليلة في الصباح تحركت الفيلا نيشان. كيف العادة كنلقى عثمان ديما حاضر، قد جالس انا وياه وشادين ستون. مع ديك العشرة خرجات نادينا وقامت سوقت ليها كاع. قال لي عثمان اختنا بياسة بالحرام، ولكن هز نيو في السما ما كتواضعش، تاك لي غتمشي في حالاتها شكون شاف فيها. قال لي متأكد؟ قلت ليه وي متأكد. قال لي صراحة النظرات ديالك يقول العكس، النظرات ديالك ليها مختلفين. قلت لي بحال الزعمه. قال لي باينه كتعجبك الدريه. قلت لي وليتي طبيب نفساني دابا انت، ما بقيتيش جارديني. بقيت كنضحك انا وياه. ويت رجعت ديك لهضره نادين وقالت لي عافاك خويا، بقيت عاطيها بالظهر. قلت لي ايه انت راه كندوي معاك. والو قامت تسوق ليها. لحظه قربت لي بزاف غير شدتني من كتافي وانا خطف لها يديها. قلت لها ايه حدك شما، شفتك بحال بغات تلبسيني بالمقلوب. هادشي غدرت فيك خيره بنت الناس اللي شافك ديك الليله ما يقولش هادي انت اللي واقفه قدامي دابا كتلوني بحال الحرباء. يمكن اختك ما وصلت لك والو، انا غادي نقول عليك. شفتك ديما مأكتيفيا مود ديال الطيران باغا تطيري في السما، هادشي ديري مع اللي بغيتي الا انا. واش كتسمعي؟ انا بلا ما تخدمي معايا تقوى البادو حيت غتشوفي معايا الاخر. بقيت كنغوش وكنطوق وجهي قريب من وجهها بزاف، وتصدمت حيت خطنا في الله. بقيت غير كتشوف فيا وساكته. شويه فاجاتني ملي بدات كتبكي. كتبكي بهذه الطريقه اللي غريبه، كانت غادي تطيح كون ما شديتهاش. قال لي اش من خرج برا، خرج وطلب من نسمعها. تميت غادي خرج برا يشوفها والدها، وبقيت كنحزر فيها وهي بين احضاني. كانت عكس تماما الطريقه اللي كتصرف بها من قبل.
كانت كلها رقة وهنوشة، كانت كتبان مكسورة بين دراعي. مشيت كلها ركبتها في طوموبيل وبقيت كنسكت فيها بحال شي بنت صغيرة في عمرها 5 سنين. ملي دوات قالت لي اصلا جيت عندك باش تديني في طوموبيل اخرى، حيت حسيت براسي بحال مقادرش نسوق. تحركت ديك لحظه بها من تما قبل ما يجي والديا ويجيو مع البلان، يوليو مجرين عليا وفين عمرني غادي نلقى بحال هاد الخدمه هادي. تمت غادي بطوموبيل ومره كنشوف فيها في الريترو. قلت لها سمح لي بزاف. ديك لحظه شافت فيا وقالت لي انت اللي سمح لي. صارت معك بطريقه خايبه صراحه، حالتي النفسيه ماشي هي هذيك. ديت هانيشا الأنفا عند واحد الطبيب نفساني، نزلت من الطوموبيل وهي شاده فيا مسكينه. كنت قريب ليها بزاف، كنت كنشم ريحتها وكنحس بيديها وكنحس بالدفى ديال الجسد ديالها. دخلنا لداخل الموبيل، ركبنا في السانسور. داك الوقت حطت راسها عليا وهي تخدمني من الداخل، حسيت بقلبي كضرب بالجهد. وصلنا للطاج اللي فيه الطبيب، دخلنا عنده بقى كيدوي معاها. الطبيب قال لها شكون هذا اللي معك؟ بقات كتشوف فيا وقالت لي صديق مقرب ليها. قال لها نورمال ومادام جيتي معاه دونك انت مرتاحه ليه، اذا هذا الشخص هذا ما كيشكل بالنسبه لك انت مشكل. بقات كتشوف فيا وقالت براسها اه. داك الوقت قال لي الطبيب نورمال مو انت خاصك تخرجها من الحاله النفسيه اللي هي فيها. قلت ان شاء الله غادي نحاول وغادي ندير مجهودي كامل. ديك لحظه تكات نادين فوق واحد البياص، بغيت نخرج وقال لي الطبيب غير بقى ماشي مشكل. بقى كيدو معاه وطارق واحد المزيكا زينه، كان واضح بلي نادين كتعاني بزاف نفسيا. ما كملش تقريبا الساعه بدات كتبكي وكتقول شي هضره ما مفهوماش. حاولت جمع الكلمات كاملين وفهمت من كلامها بلي شي واحد كيهدد فيها وبلي هي ما بقاش باغا تكمل الحياه معاه وبلي كرهات الدنيا واللي فيها وبلي ما بقاش مرتاحه في الفيلا، كلشي ساد على راسو، حتى واحد ما مسوق ليها وبلي ما عمرهم سمعوا ليها ولا تقربوا منها ولا عرفوا شنو باغا وشنو ما باغاش. ملي كملت الحصه ديك العضه فاقت نادين، رحلت عينيها شافتني جالسة وقالت الطبيب شنو قلت؟ قال لي والو، بقيت غير كتبكي و هادشي راه نورمال من بعد داكشي اللي كتحسي به. عطاها بزاف ديال النصائح وكتب لها واحد الدواء على دوز ديالو طالع. ملي خرج الطبيب قال لي من الاحسن ليها ما تشربش هاد الدواء هذا الا قدرتي تعاونها انها تخرج من هاد الازمه اللي هي فيه. سينو ندوي مع والديها باش يديروا ليها حل مع هاد الشخص اللي كيهدد فيها. قلت ان شاء الله يكون خير. خرجت انا ونادين كيف العاده شاده في يوم تقربه مني بزاف. ركبنا في الطوموبيل بغات تركب اللور، قلت لها لا تعالي القدام. قالت لي علاش؟ قلت لها باش حتى انا نعيق على بنادم في الطريق بلي راكب حدايا بنت زوينه بحالك. ابتسمت ديك لحظه وتزنقات. ركبت حدايا وبقينا غاديين وكنحاول ندوي انا وياها على المشاكل اللي كتعيشها. وحسيت من كلامها بلي ما قادراش تعمق بزاف التفاصيل. كان غادي في الطوموبيل وهي غير ساكته. في الاخر بدات كتعاود ليا، قالت لي كانت مخطوبه لواحد ولد، كنا كنبغيو بعضياتنا وكانت العلاقه ديالنا مزيانه. من بعد مده ديال الوقت تقريبا عامين على الخطوبه ديالنا، اكتشفت واحد الامور اللي هي خطيره بزاف. من بعد صافي حاولت ندير حد لهاد العلاقه هادي. ملي بعدت بزاف اكتشفت بلي كانت هاد العلاقه غير نزوه عابره. قررت ندير ستوب ونكمل حياتي، الشي اللي ما تقبلوش هو ولا باغي يتزوج بيا في اسرع وقت. بابا كان باغي يلبقني ليه، واخا قلت لهم بلي ما بقيتش كنبغيه، صرفوا معايا بديك الطريقه خايبه بزاف والحدود ساعه كيوركوا عليا باش نقبل داك الزواج. كل ما زاد الاصرار ديالي كل ما الفجوه بيناتنا كتكبر. كيعتبروني برهوشه وبلي ما عنديش عقل. ام سليم ما تقبلش الرفض ده واعتبره اهانه بالنسبه لي،
خصوصا هو كابر في الفشوش وكابر في اي حاجه بغاها كيلقاها. وبان ديك الساعه الشخصيه الحقيقيه ديالو تهديد ومحاوله الضرب. عقلت هادوك الدراري اللي كانوا وقفوا ليا قدام طوموبيل كانوا باغين يجريسيوني. انا متاكد بلي هو اللي صيفطهم ليا. سالم الوقت اللي كنا في علاقه في الاول كنت ثقه فيه بزاف وكنعتبره راجلي. كنت بارفو كنصيفط ليه تصاوري وانا كنقيس ملابس داخليه. دابا ولا كيضربني بهم كيهددني نشر دوك التصاور. قلت له باباك خصو يعرف هادشي. قلت لي بابا الا عرف هادشي غادي يقتلني. بابا اصلا من هاد زاديت انا ويسرى ما كانش متقبل نهائيا نكونو حيت كان باغي الولاد. داكشي علاش العلاقه ديالو معانا كانت سطحيه من الصغر. بقيت غادي وكندوي مع نادين قبل ما تقيسني في يدي وقالت لي شكرا بزاف حيت سمعتي ليا. قلت لها بعد يديك لان صدقمتي قراسي. بقات كضحك. مرجعنا للفيلا حتى الخمسة ديال العشيه. مشينا للبحر لعبنا ضحكنا درنا في المعارف وجلسنا في كافي. اللي وصلنا تماك مع بلاصه الطوموبيل دخلنا. طلعت نادين ديك الهضوه قرب من حدايا عثمان. قال لي شنو درتي لها؟ قلت لي بحالاش. قال لي صراحه عمرني شفت نادين مبتسمه بحال هكا. كانت كتبان فرحانه مده طويله وهي مسكينه غير مغبونه وكايا. قلت لي خليها الله. داكشي اللي حسيتو معها اليوم عمرني حسيتو مع شي وحده. بقيت كندوي مع عثمان وكيسولني في مشينا شنو درنا. عاودت لي داكشي كامل اللي وقع وحتى البلان ديال خونا في الله اللي كيهدد فيها. داز داك النهار وبقيت جالس في الجرده كنستنى الوقت اللي غادي نتحرك فيه للدار. وانا جالس داك الوقت حسيت بلي شي واحد مراقبني من الفوق. مع زيت راسي ما لقيت حتى واحد. في المقابل كانت الخميه كتحرك. نادين كانت مسيطره على التفكير ديالي. داك النهار بقيت كنفكر في الوقت اللي كنت معاها والابتسامه ديالها اللحظه اللي لمساتني في يديها. داك النهار كان مميز بالنسبه ليا. الوقت اللي خرجت من الفيلا زيت الطوموبيل يلا تحركت وانا نشم الريحه ديالها كانت عاطيه بالجهد. بقيت غادي وكنتخيل بلي انا معاها وبلي انا وياها في علاقه برغم ان هادشي كامل مستحيل. ولكن ما كنتش قادر نتحكم في المشاعر ديالي. دازت الليله في الصباح كيف العاده رجعت الفيلا غير واد المره دي عكس المرات اللي فاتوا. كنت متابع اللبس ديالي وشعري الشكل ديالي واش مقاد. مع دخلت الفيلا ما تم خارج الحاج كان حاقد ديال بصح برد ديال ما في ركابي. قلت صافي ما فيهاش غادي يجري عليا وغادي تفرق عليا. من حصل الحظ كان كيدوي غير في التليفون. كان ضارب كوستار عكس الجلابه اللي كان كيضربها ديما. من قطع التليفون كان معصب. قرب من حدا عثمان كان واضح بلي داصر عليه. قال ليها على شي فور بلي صباح مريض. قال لي انا عندي خدمه وهو مريض عندي اجتماع مهم. داك الوقت قال لي عثمان يمشي معك معاد الفورما ديالو مزيانه فيه بان عالي راه يقدر يكون معك حاضر معك تماك ويقدر يكون حتى الحارس الشخصي ديالك. قال لي ها واخا سير جيب لي الكوستيم ما بقاش الوقت. قرب من حدا الحاج وقال لي ولدي مواد عارف هادي ماشي هي خدمتك ولكن ديني عافاك وصلنا للوطيل. الشيفور ديالي سيدي قالك صباح مريض ملقايمتي مرد. جاب لي عثمان كوستيم مشيت لبستو في واحد البيت هذا الكوزينة. جاني لاصق وهذاك الوقت اللي خرجت تلاقيت مع نادين كانت كتشرب في الماء. شافتني وهي تصدم. عاودت لها ديك الهضره شنو كاين. قالت لي انا متاكده بلي بلاصت عالي مشات. قلت لها كي جاني الكوستيم. قالت لي غزال. قلت لها الصراحه كنبان بحال شي عريس ياك خاصني غير عروسه. قالت لي ايوا الله يجيب لك شي بنت الناس. قلت لها امين وتكون نسخه منك. حسيت بهذيك الهضره تزنقات وحلات لها الهضره. خرجت من تما وكنبتسم. مشيت ركبت انا والحاج وديتوني شال واحد لوطيل في اونفا.
ملي نزل الحاج فاش اني ديك الهضم اللي قال لي تعلم هايا وعطي الفواتور يسوارت وغادي يتحكم بالطوموبيل وما تحييش من حدايا وما تخلي حتى واحد يقيسني. نزلت انا وياه وتمين غادين كنبان انا ضخم وراه ومع اللبسه وليت كنبان بحال شي كارد كور. كانوا بزاف ديال الصحافه قدام باب ديال لوطيل تميت غادي وكنكاري على الحاج باش ما يقرب لي حتى واحد. بقيت غادي وكندفع فيهم باش ما يقيسوش. واحد الصحفي قال لي تما اللي كتدفع جايين نطلبوك شنقت في ديك الهضره بيد وحده. كنت غادي نشق قلبو جاب الله الحاج وقفني. مشيت انا وياه لواحد القاعه كبيره دخلنا لها وكانوا فيها بزاف ديال المسؤولين بقاو كيدو على بزاف ديال الحوايج اللغه ديال المرشحين والمسؤولين في هاد البلاد اللي كيفهموها غير هما. جاني واحد المال القاتل الصراحة. من بعد تقريبا ساعتين خرجنا من تماك وتمينا غادين. ركبنا في الطوموبيل وتميت غادي انا والحاج. داك الوقت الحاج جاتو مكالمة ايغجو من الفيلا قالوا لي نادينا طاحت وراه داوها للسبيطار. سمعت هكا ودي فيات بيا الطوموبيل قال لي تا مالك قلت لي والو والو. قطع معاهم ديك الهضوب بدا كينقر هاد البروش هادي كون غير ماتت وهناتني البنات ما كينفعو في التوسه كينفعو غير في المشاكل. صدمت ديك الهضوب وانا كنسمع بحال هكا. الحاج في الفيلا ماشي هو اللي كنشوفو دابا قدام عينيا بدا كيقول له هاد البروش هادي غادي خصني نزوجها صح تخوي عليا السيكتور من الفيلا. تميت غادي بسرعة كبيرة بزاف لدرجة أنه الحاج انتابه لهادشي قالي مالك كطير حنا راه مغاديين تشي بلاصة تشدنا بشوية اش تابعنا. داك الوقت ويصوني التليفون ديالو بقا كيدوي ماشي واحد وقالي صافي مشات. داك الوقت قالي ولدي مغاديش نمشيو للفيلا عندي واحد الغراض. قلت ولكن الحاج راه نادينا قالي أنا اللي كندوي انا اللي كنتحكم واش في نهايه الامر نخلي بنت تحكم لي في الخدمه ديالي حتى لهذه. لا انا عارفك دابا انت باقي جديد معنا في الفيلا من بعد غتفهم طبيعه العمل ديالي سير ولدي الله يرضي عليك. تميت غادي جيت سنديباد غادي وتالف وكنفكر في ناديه مسكينه. مشيت بينيش جيت سنديباد من اللور كانت تما غير واحد الخلا بقيت كنشوف فيه وكنشوف فالخلا قلت لي واش هنا الحاج قال لي اه. بقينا واقفين في الخلا وكنقول مع راسي ويلي الحاج ما لقى فين يقضي هاد الغرض ديالو غير هنايا في الخلا وخا يكون كيبيع الدروغا. بقينا جالسين تماك من بعد خمسة دقائق جات طوموبيل اخرى جيب كبيرة نزل منها واحد الراجل ونزل عندو الحاج. قبل ما يخرج داك الراجل كلمة واحدة من فمو بقى كيشوف فيا قال لي الحاج كونفيونس. بقى واقفين ديك الهضره وكيدوي على السلعه والكميه وقال لي الحاج اسمع السلعه غادي توصل اليوم داكشي مزيان كاليتي. قال لي صافي واخا انا كنثيق فيك الحاج خلي لي طن واحد. قال لي صافي واخا سلم عليه ديك الهضره وجركب حدايا الحاج وتحركنا للفيلا. غير وصلنا لا نزلنا صوت الغوات كان كاسر الدنيا الفوق. الحاج ذاك الوقت بدا كيهلل شنو هادشي. قالت لي مراته نادين جاتها نفس الحاله قالها واش هادي مريضه ولا شناوه واش انا غادي نبقاو مقابلينا. قرب من حدايا عثمان وقال لي فين مشيتو. عاودت لي شنو كاين وقلت ليها على اللقاء الاخير اللي كان بين الحاج وذاك الراجل. جيت الخلا جيت سنديباد قلت لي ما فهمت صراحه شنو هي طبيعه العمل ديال الحاج. قال لي صراحه ما عرفتش الحاج عنده بزاف ديال المشاريع من غير انا وعضو كبير في البرلمان وعنده بزاف ديال الحوايج اخرين كيديرهم بسبع صنايع ورزق مضايع كصحاب اللي كيرجعوا ويديروا الفلوس. قعدت كلاطه في الجرده ديال الفيلا تحت من الباركو اللي فيه البيت ديال نادين كنسمع مسكينه كتبكي وكتغوت. داك الوقت جعالي كيما تقريبا قد فلاش غير هو متريني بحالي مخزز عليا
ضرب واحد وشمه في عنقه كيبان بحال رجال المافيا. غير هو كيبان مهلوك داير بصح. قرب لحدايا وقال لي فين صافا بخير؟ قلت لي الله يحفظك. قال لي انت اللي باغي دير لي خدمتي؟ قلت لي لا لا ممكن والو من هاد الهضره هادي، انا خدام غير هنايا وانت الله يشافيك وترجع لخدمتك. لحظة يمشي علي دخل الفيلا قرب من حدايا عثمان وقال لي هذا هو الكلب ديال الحاج، عارف اللي قال اسرار ديالو كامله. الحاج كيتشيق فيه بزاف. ما كامل الساعه خرج الحاج والحاجه ومعهم يسرى، مشى معهم علي في الطوموبيل. واستغليت ديك الفرصه انا اللي كانت الفيلا خاويه، مشيت نيشان الكوزينه، من تما طلعت في الكولوار نيشان البيت ديال نادين. لقيت ديك الهضره وسمعتك تغوت لداخل. واش ما كتسمعوش؟ قلت لكم ما بغيت حتى شي واحد يجي يدق عليا. حليت الباب ديك الهضره ويلا كانت غتغوت، شافتني وهي تلبد. سديت الباب بشويه وقرات من حداها، بقات كتشوف فيه بدون مقدمات ويتلاها لي مسكينه وعنقاتني وكتبكي بالجهد. بقيت معنقه وقلت لها كان وعدك هادشي كامل غادي يسالي، ما تخافيش انا معاك. بقيت جالس حداها وكنحاول نطيب لها الخاطر ديالها حتى نسات. قبل ما نتحرك قرات من حداها وبست لها راسها. داك الوقت هي تبتسم، قلت لها بنت الحرام باقا ما نسيتش. خرجت من البيت وخليتها كتضحك. نزلت ديك الهضره وبقيت واقف بوحدي. عثمان كان خدام كيقطع في الورد. داك الوقت وقفت عليا يسرى قالت لي عسات حب جديده في الفيلا وانا اخر من يعلم. قلت لها كيفاش؟ لا 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 ما كاين والو. قالت لي بصح وشنو كنتي كدير عند اختي في البيت ديالها؟ قلت لها والو، غير كنت كنسول فيها وصافي. قالت لي حنين مع راسك. قبل ما تحرك ديك الهضره يسرى قلت لها يسرى وقفت ديك الهضره وقلت لها بغيت نسولك عافاك سليم فين كيسكن؟ نعتات لي فين كيسكن؟ فواحد فيلا ورا اونفا بليس، فيلا 108. ختمات هادشي ملي قالت لي بلي بلا ما تحاول تدو معاه ولا توسط بيناتهم. البرهوش راه داصر بزاف وجلاخه. قلت لها مع نفسي انا كتار منه. قلت لها واش هو عنده مرسيدس كبير ياك؟ قالت لي لا، عنده بورش باناميرا في الكحل. قلت لها واش ممكن نشوف الكماره ديالو؟ كديره. جبدت التليفون ديالها ديك اللحظه وراتو لي في الانستغرام. قلت لها ايوا صافي انا بوغوس عليه. بقات كضحك وقالت لي الصراحه باش كتعجبني بالثقه في النفس ديالك. داز داك النهار وفي الليل تحركت من تماك. نيشان عند واحد الدري عشيري كنت معاشر معاه شحال هادي، ياما التيران، دري خطير في الاجرام، دوز حياته كلها براكاش وبرام دالك عمرو تشد شده وحده. الخدمه ديالو نقيه، كيضرب لافير ما كيخليش اثار. قلت اسمع، جيت عندك الصراحه عندي حساب مع واحد خونا بغيت نربيه وخفت لنخلي الاثار ونولي راجع للحبس. طلعني للدار ديك الهضو نيشان البيت ديالو، كان باني واحد البرشوش في السطح. جلست لداخل انا وياه وحال واحد الصندوق ونصطم فيه ليقات وكاكولات وحديد كيدار في الصبعان ورشاشات كيغيبوا بنادم. خونا مقدي الماتريال ديال بصح. بقيت كندوي معاه وقال لي شنو غادي دير وكيفاش غدير. خديت من عنده داكشي كامل غادي نحتاج ومشيت نيشان للدار. بدلت حوايجي ديك الهضره وخرجت من تماك. نيشان جيت اون في بليس براسي الطوموبيل تما قدام واحد غارديان ومشيت كنتبربس تماك. ما وقفت غير قدام الفيلا ديالهم، ما بانت حتى شي بورت تما باناميرا. بقيت كنقلب ما لقيتهاش. تمتم افتارت مع راسي بلي خونا في الله غادي يكون خارج يمكن شي سهره ولا شي بلان بحال هكا. داكشي علاش بقيت سامر عليه. مع ديك جوج ديال الليل كان ثقيل، وقفت البورش باناميرا قدام الباب ديال الفيلا. داك الوقت درت الكاغول وتميت غادي قاصدو. اللحظه اللي خونا في الله نزل من الطوموبيل جمعتو بشمال مع استوعب الضربه، ما عرفتش لي البرودوي في وجهو. تمتم فقد الوعي، خطفتو من الارض ديك اللحظه ودرتو في كتافي وتميت غادي بيجي الطوموبيل.
حليت الباب اللور ولحتو في الطوموبيل، وتميت غادي بينيشال واحد المشروع كيف ما قال لي الدري شيري. كان في دار بوهزة باقي ما كاملش في البني. دخلت بالطوموبيل داخل، نزلت وتميت غادي بيه، طلعت في الدروج ديال داك الموب اللي كان باقي ما كاملش في البني. بقيت غادي بيه حتى وصلت للفوق، ربطت لي رجلي بواحد القنبة كانت تماك ودليتو من الفوق من واحد البالكون، وقد جالس هداه كنت سنى يفيق. لحظة لي خونا في الله حل عيني تصدم، معرف راسو باش تبلى، كشوف راسو طاير في السماء. بدا كيغوت ديك اللحظة ودخلاتو الرعب، وبدا كيغوت في ذاك الخلا وصوتو كيتردد. آه أتقولي فين أنا؟ وفين أنا وفين أنت يا ويل؟ أسمع الشريف، إلا بغيتي كتغوت بزاف أنا باغا تشرك. دبرت عليها غير هنايا راشية، تخيل معايا غطيح من الفوق نيشة لتحت، وا على إحساس كي غادي يكون دماغي يتخمج. خونا في الله سمع صوتي وبدا كيتركل، بقى كيطلب فيه وكيساوك. ديك اللحظة قلت ليه اسمع نادين، علاش كتهدد فيها؟ بقى كيبكي وكيقول لي آخر مرة آخر مرة قرب لها. نضت ديك اللحظة وقفت، جبت الموس وقراش من القنبة وبديت كنقطع فيها. قلت لي تصور فين كاينين. قال لي اش كدير اصاحبي؟ قلت لي تصور فين كاينين. بدا كيحلف ديك اللحظة وقال لي كاين عندي في التليفون، ما تقولش نيش عافاك. قلت لي فين كاينين عاوتاني؟ بدا كيبكي وكيقول لي عافاك، ما تقطعش قنبة عافاك، والله عندي بوحدي، اقسم بالله بلي عندي بوحدي. داك الوقت هزيت الموس وبقيت كنجرف القنبة، بقيت كنجرف فيها حتى قربته من عندي. بقيت كنقلب لي ديك اللحظة في جيوبو، جبت التليفون ديالو. داك الوقت بقيت كنقلب في تليفوننا، قلت ليه شحال الكود؟ عطاني الكود حليتو ونطلق منه، ويتخبط عاوتاني ويغوت بالجهد. خونا في الله كان كيغوت بالجهد، خاف الصراحة لا يسمعو شي واحد ويعيط للجندارم ونولي فارس كل شيء. طلعتو من تماك، شديتو من شعرو وانا نضربو مع الحيط، عاودت نقش في ديك اللحظة بيد وحدة وكلي سمع، اقسم بالله ونسمعك كدور بها غتعرف ديك اللحظة شكون انا. بقيت كنخمش فيه بالعصا ديك اللحظة. من بعد فرشخت التليفون مع الارض، ربطت لي رجلي ويدي وخليتو هكاك. خرجت من تما وفي الطريق كتبت ورقة، بغيت ولدكم غادي تلقاوه هنايا، وإلا ما دارش عقلو المرة الجاية غادي تلقاوه في الروضة. مشيت لحتاريهم قدام باب ديال الفيلا وتحركت، حيت الكاغول اللي قالت كيف ما وصاني داك الدري شيري وتحرك نيشا للدرب. دازت كليلة في الصباح غير فقت، مشيت نيشا للفيلا، وصلت روطار حيت نعس معطل. لقيتهم كيفطرو مجموعين في الجردة والحاج كيدوي في التليفون، بدا كيقول ويلي ما يمكنش، وشكون غادي يدير فيه ديك الحاله؟ قربت لهضم هذا عثمان وقلت ليه هذا مالو اش واقع؟ قال لي الخطيب السابق ديال نادين لقى والديه في واحد المشروع في طور البناء مكرفس وحالته حاله. قلت له شكون غادي يدير فيه هذا الشيء؟ قال لي معروف باب اللي كيخربق نورمال يقدروا يكونوا غير الحسابات شخصيه. داك الوقت سمعنا الحاج تفرقع في التليفون كيغوت وكيقول له انت مالك صاحبي؟ جيتي حتى الوقت ديال الخدمه وتقول لي عاوتاني مريض؟ موت انت كاع. قال لي اشمعنى؟ شي فور مسكين يمكن عنده شي مرض، بين الحاج غادي يعول عليك بصوت والدين هاد الايام اللي جايه، فرصه اني تبين بلاصك، مالك تكون بحالك. الوقت اللي مشى كلشي بقات نادي جالسه في الطابله، مشيت حدا قرات من حدا وقلت لها صباح الخير، بقات كتشوفي وابتسمات. يلا غادي تدوق في الحاجه، هو قال لي ولدي وجد راسك في العشيه عندنا خدمه. لحظه نمشي الحاجه نادي نحسس بها مشيه، هذيك اللون ديال وجهها تخطف. قلت لها مالك؟ قلت لي والو، تقدر توصلني المعارف؟ قلت لها واخا.
طلعت ديك الهضره ندين باش تلبس وبقيت انا لتحت كنتسنى فيها. من بعد جات وتحركت انا وياها في الطريق. بقيت غادي وهي ساكته. قلت لها مالك؟ وبلا حسيت بك ماشي هي هذيك. ملي قال لي باباك بلا نتحرك انا وياها في العشيه شنو واقع؟ قالت لي موعد بابا راه ما كيخدمش نورمال. قلت لها ما فهمتش. قالت لي بابا بارون مخدرات كبير وكيتاجر في البشر واي حاجه ما كطيحش على البال كيديرها. بابا كيهمو غير الفلوس. انا بوحدي اللي عارفه. ملي كانت عندي 12 عام عرفت هادشي. داك الوقت بابا كان كيفكر يقشني باش ما ندويش ما نعاود لتشي واحد. داكشي كامل اللي عرفت. ولكن ملي شافني ساكته وما عاودت لتشي واحد تراجع الفكره ديالو. انا وسليم كانت علاقتنا مزيانه قبل ما يقرر سليم انه يخدم مع باه. تاضح لي من بعد بلي باه شريك مع بابا في داكشي اللي كيديروه بالاضافه لوحدين اخرين ناس كبار في الامن ومسؤولين كبار في الدوله. داك الوقت حاولت نبعد بشويه بشويه من سليم ونقطع علاقتي به. سليم استغل العلاقه ديال بابا مع بابا وبدا كيضغط عليه باش يسرعوا مزواجنا. الشي اللي رفضته انا. بابا جرب معايا جميع الاساليب وهادشي زاد كبل فجوه بيناتنا. المقابل سليم من العرف بلي انا راسي قاصح وبلي ما خايفاش قرر انه يجرب خطه من الخطط اللي كيستعملهم باه في حياته ديالو العاديه. خطه ديال الترهيب والتهديد. هو عارف الا بابا شاف دوك التصاور اكيد غادي يقشني. انا ما خايفاش على قبل التصاور مهاد اكثر ما خايف على نموت. كل نهار كنقول غادي يقتلني بابا. كل نهار كندخل الفيلا كنقول صافي غادي يوصلوا التصاور. كنت خايفه بزاف وعايشه واحد الجحيم. هادشي كامل اثر لي على النفسيه ديالي. داكشي علاش كنت ديما منغلق على راسي كنبكي وخايفه. قلت لها ما تخافيش طول ما انا معاك ما غادي يوقع ليك والو. قالت لي انا دابا خايف عليك انت مكراش غير انت يرجع لي الخدمه ديالو وترجع انت كيف ما كنتي. عافاك موعد ما تخليهمش يغروك بالفلوس. قلت لها ما تخافيش عليا انا ما كيهمونيش فلوس وانت عارفه هادشي. بقيت غادي بيها توصلنا للمعارف. داك الوقت صونا التليفون ديال باها. قال لي فينك؟ قلت لي انا جاي. بدا كيتفرقع عليا ديك الهضوه ونقطع عليه التليفون. بقات كتشوف فيا نادين مصدومه ودايره يديها في امها. قلت لها من غير والديا باقي مازال هذا اللي غادي يغوت عليا. نادين ديك الهضوه بقات كتشوف فيا نزلات وبقات كتبتسم. اللحظه اللي غادي تسد الباب مشات الابتسامه موجعه. عاودت حلات الباب ديك الهضوه وتحناتها وهي تهز براسلي. قالت لي موعد هذا ديال سليم. شنو كيدير في الطوموبيل هنايا؟ خرجت ديك الهضره قرات وحده وقلت لها سمعيني مزيان كاينين واحد النوع من البشر كيخصك تتعامل معاه بنفس الطريقه وانا دموعك غارين عليا وخونا في الله تهلاي شويه مزيان عمرو مازال غادي يدور بيك. ديك الهضره صونا التليفون ديالي. قلت لي الو وي الحاج وي الحاج انا جاي في الزنقه اللي حداكم. قطعت عليه تم تم وقربت من حداها. قلت لي يقدر يكون هادشي وقع بالزربه ولكن تيقي بيا انا كنبغيك بزاف. ركبت ديك الهضره في الطوموبيل وخليتها واقفه وهي مصدومه واقفه كتشوف فيها. داك الوقت ديماريت وجبت الكابلي مشيت بسرعه كبيره بزاف. وصلت الفيلا تلقى لي غير عثمان قدام باب. قال لي اسمع تكالما واخا يغوت عليك تكالما. تميت غادي لداخل وغير شافني الحاج بدا كيسب وكيهلل وكيعير. في الاخير مشيت لبست الكوستيم اللي جابو لي عثمان. تحركت انا والحاج وقال لي فين كنتي. بقيت كنشوف فيه في الريترو. قلت لي الحاج النهار الاول قلت لي غادي نخدم في الفيلا نوصل اي واحد نوصل مولا الدار فين ما بغاو. قال لي بصح عندك الحق وشكون وصلتي؟ قلت لي نادين. قال لي الا ديك البرهوشه مالها راه عندها الطوموبيل ديالها.
اكتصافي واخا الحاج المرة الجاية إن شاء الله. وهو اللي كان كينعت لي منين غادي ندوس. كان غادي توصلنا لواحد المخزن براسي ديك لهاد الطوموبيل نزلت أنا وياها وتمينا غادين. ملي دخلنا لداخل كان واحد راجل آخر كيتسنانا لداخل. كانوا مع جوج ديال البوديغارد واحد من اليمن والتاني من اليسر. والصدمة كان معاهم حتى سليم. قرب ديك الراجل من الحاج وسلم عليه بقى كيشوف فيا أنا وقال ليها ويلي وصافي سمعتي في علي. قال لي الحاج لا 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 هذاك ما عرفش مالو تا هو مرض. وقت ما نعيط ليه كيقول لي زاد عليه الحال. مصوت والدين كياكل في الزنق وكيبات مرة مرة مع ديك البنت الليل زهرة كيموج عليها باينة غادي يكون كل شي حاجة عندها. قرب نحضر الراجل وقال لي فودنيها كونفيونس. قال لي لا لا الدريت قيل وانت عارف الحاجة انا عندي غير نيشان الحاجة اللي كتمشي كرون بلاصة الى عالي مرض يموج قاع ما غاديش نضيع الوقت. قرب الحاج من سليم وقال ليها كيف بقيتي يا ولدي. قال لي بوي سليم غادي خصني نعرف شكون هاد الكلب اللي دار في هاد الحالة. انت عزيز عليا الحاج وصراحة ما بغيش نشك فيك وديجا انا عارف علاقة ديالك مع نادين كديرة. قال لي الحاج ولا زعما غتشك فيها. قال لي بوي سليم هاد اللي دار هادشي في ولدي واللي دار في هاد الحالة هدو باش ما يبقاش يدور بصحة نادين. يعني الحاجة شي واضح بلي هي اللي مسيفطاه. الدرية بنتك وبلا شك غادي تكون كتفكر بحالك. الحاجة كخونا خاصو يحضر ضروري وإلا بنتك في المقابل غادي تموت. بقاك يشوف فيه الحاج وبقيت أنا كنسمع كومستوم كنستنى ردة الفعل ديال الحاج كيفاش غادي تكون. وصدمني الحاج ملي قال ليها إلا كانت هي انا اللي غادي نقشلها بيدي بجوج. انت عارف لاي حاجه كتوقفني في طريقي في الخدمه ديالي كنحيدها من طريق. قال لي عارف دابا صافي نسى الموضوع وتعال تشوف السلعه الجديده. يلا وصلت السلعه مليحه ديال بصح. تميت غادي ورام وسليم كيشوف فيه. لو وصلنا القدام كان واحد الصنادق تحنبت سليم ديك لاضو حل واحد الصندوق منهم. تصدمت ديك لاضو انا كنشوف داك البلان. الصندوق كانوا فيه خناشي ديال الكوكايين والصنادق الاخرين كان فيهم الشيره الحشيش مستوكين. غشميت الريحه ديالهم عرفتها المزيانه ملتش. من بعد تقريبا ساعتين وحنا تماك رجعنا للفيلا. الوقت اللي دخلت نبدل حويجي سمعت الحيحه الفوق. الحاج كيتفرقع على نادين. شكون هذا اللي صيفطتي؟ واش كتضحكي عليا؟ واش باغا تشوهيني؟ واش باغا تحمقيني؟ بقى كيغوت عليها وكيسب فيها وكيعاير فيها وكيهدد فيها من الفوق. كان باغي يعرف منا شكون دخونا اللي عاونا. خرجت ديك اللحظه وبقيت برا كنسمع وتصدمت ديك اللحظه بنادين خارجه جرى الباليزه ديالها وكتبكي. حتى واحد من العائله ديالها ما قدر يتبعها يوقفها يواسيها. كلهم كانوا واقفين مساكن وما قادرين يديروا والو حيت الحاج كان واقف. كلشي كان واقف الا انا قررت نتحرك وتمشي غادي عندها. داك الوقت شافني الحاج وقال لي فين غادي؟ ايه فين غادي؟ رجع بلاصك. بقيت كنشوف فيه وكمل طريقي. قربت كلاهضر وحده نادين شافت فيا وهي تجر الباليزه وحيدت لها من يديها وتمشي غادي معها. داك اللحظه وقفت وقلت ليها الحاج هذه 11 ديال الليل خدمتي سالات انا حر دابا ندير اللي بغيت. مشيت كلا خرجت من الفيلا انا و نادين ركبتها في الطوموبيل ديالها وتحركت بانيشا لواحد البارطمه ديالها. جيت القطب بمالي كانت يلا خداتها مؤخرا وكانت باقا كتفرج فيها. نادين كانت عارفه طوال الزمان ولا قصار غادي واحد النهار غادي تخرج من الفيلا. داكشي علاش كانت دايره بحساب هادشي. طريق كله مسكينه وهي كتبكي. وصلنا تما وطلعت معها الفوق وقالت لي ما كانش عليك تجي معايا. بابا انا عارفها مزيان ما غاديش يدوز عليك. قلت لها نسي عليا كلشي المهم هو انا ما بغيتش نشوف الدموع ديالك. قربت من حدايا وقالت لي معاك كنحس بالامان وباللي انا ما خايفاش.
الفراغ اللي خلى بابا في حياتي. جيت انت فتره قصيره عمرتيه، قلت له على قبلك ندير المستحيل، نقدر نولي اسوا نسخه منهم كاملين غير على قبلك. دوز ديك الليله مع نادين، انا كندويو وكنضحكو، ما نسنا حتى الشرب على الصباح. في الصباح ملي فقت وحليت عينيا، لقيت راسي ناس حدا في بيت ناس. صدمت ديك اللحظه، داك الوقت فكرت داك الشيء كامل اللي وقع البارح بالليل، النقطه اللي فيضات الكاس. بقيت كنشوف فيها ويا ناس وكنقول مع راسي كيفاش غادي نقدر نعيش بلا بها؟ مستحيل. قربت ديك الهضره من حدا وبست لها راسها. داك الوقت حلات عينيها وقلت لها دابا 10 ديال الصباح غادي خصني نتحرك، غادي خصني نشوف البلان ديال بابا كيفاش غادي يوصل. قبل ما نخرج قالت لي كنبغيك. قلت لها شنو؟ قالت لي والو، خرج من تما وانا غادي نطير بالفرحه حيت سمعت ديك الكلمه مزيان. خديت طاكسي حمر نيشا للفيلا، دخلت والحال كان كيفطر بوحدو. دخلت ديك الهضره بقيت كنستنى غيتفرقع عليا ويغوت ويسب ويعاير، وتفاجأت ديك الهضره حيت ما غوتش عليا ما والو. في المقابل قال لي وجد راسك في العشيه. قلت لي ان شاء الله الحاج. بقيت جالس ديك الهضره في الجرده كندوي انا ونادين في الميساجات. بعد ديك 12 قالت لي مهاد شي واحد كيدق عليا. داك الوقت عيطات لي ابل، بقيت كنقول الو الو نادين الو واش كتسمعيني؟ مشيت كنجري باش ما يسمعني حتى شي واحد. خرجت من الباب ديال الفيلا وبقيت كنغوت نادين الو نادين، والو ما كنت كنسمع والو. انا غير تخرشي شو والانفاس ديالها. داك الوقت سمعت مهاد، انا خايفه بزاف. داك الوقت شويه تقطع التليفون، بقيت واقف برا وكنترعد. جا عندي عثمان وقال لي مالك اصاحبي شكرشي بحال مخلوع ياك ماشي خبار الله يحفظ. بقيت كنشوف فيهم صدوم عاوت لي شنو كاين. داك الوقت سمعت يسرى كتغوت، نزلت كتجري هي وامها. مشيت ديتهم نيشا البارطما ديالها في القطب المالي. وصلنا تماك طلعنا الفوق لقينا البوليس ديجا كاينين تماك. قلبي كان غادي يسكت بالخلعة، خايف نسمع منهم خبر ديال الموت. دخلنا لداخل والدنيا كانت مرونه، الباب ديال الدخله كان مفرقع وما كانش الحس ديال نادين. داك الوقت بعدا عاد رجعت فيا الروح. في المقابل الحوايج ديالها كلهم كانوا مشتين في الارض، ما كتبكي واختها هي مسكينه واقفه مصدومه، وانا مرفوع وكنقول ويلي شنو هادشي. في نفس الوقت كنتفكر المحادثه اللي كانت سمعت البارح. البوليس ديك العاده كانوا واقفين حدايا، كنت باغي نقول لهم هاد البلان كامل اللي سمعت، ولكن خفت لا توقع شي حاجه لنادين. قالوا لينا بلي غادي يتكلفوا بهادشي كامل. كنت باغي ديك اللحظه ندوي ونقول له داكشي كامل اللي عارف ونعترف داكشي كامل اللي وقع البارح، ولكن مادام الحاج قال لي بلي نوجد راسي في العشيه دونك غادي يكون هو عارف شي حاجه. داك الوقت عاد قلت مع راسي زكا 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 زكا. داك الوقت سرات معايا كيفاش الحاج ما عاد بني ما والو على داكشي اللي وقع البارح. بقى كيغوت وكاع ما سمعت كلامه. كيفاش رد الفعل ديالو كان بارد؟ كنظن بلي الحاج عاقبيه. رجعنا للفيلا ديك العدد دويت مع عثمان وختمتها ملي قلت ليها اسمعني مزيان، الا وقعت لنادين شي حاجه غادي نقتلهم كاملين واحد واحد، وملي كنقول شي حاجه كندير بها. قال لي حتى للدرجة كتبغيها؟ قلت لي بزاف. داز داك الصباح والعشية كان عثمان كيلبسني داك الكوستيم وكيوصيني باش نتهدن ونتحكم في الأعصاب ديالي. داك الوقت تحركت أنا والحاج في الطوموبيل، طريق كله والحاج غير ساكت كيشوف فيا في الريترو وكيتكيف السيجار، وأنا غادي وقلبي كيغلي من الداخل. وصلنا لواحد مخزن اخر جا في واحد الفيرما قديمه جات سيدي حجاج. وصلنا تماك وغير نزلت وقف عليا واحد خونا مقدر قال لي التليفون ديالك. بقيت كنشوف الحاج ما فاهم والو،
قال لي عطيه التليفون، راه ضروري من الاجراءات. من بعد غتفهم مزيان طبيعه العمل ديالنا. عطيته التليفون وتحركت انا والحاج، دخلنا لداخل داك المخزن وتلقى الحاج بو سليم. قال ليها هاد البروشه ديال بنتك راه سقح صح، برغم هاد العصا كامله اللي خدات ورقه ما بغات تقول شكون اللي عاونها، وانا عارف اللي عارفه شي حاجه وكتستر على دخونا هذا. قال لي الحاجه ما كاين، بس دابا غادي يبان كلشي. خوتنا في الله كانوا كيدويو وكيتخزو، وانا كنت عارفهم كيدويو عليا. هذه نقطه كانت في الصالح ديالي، كانت محسوبه ليا حيت كنت متوقع شنو غادي يوقع. غير واكش معمر راسي غير بنادين وشنو واقع عليها بالضبط. ما سمعت خونا في الله كيدوي على العصا تعذيب، ما كرهتش نقتلوه. غير هو كان خاصني نبين بلي انا مكالمي وعادي، حيت الحدود الساعه خوتنا في الله ما كانوش عارفين بلي انا مول فعلا. اما كون كانوا متاكدين كانوا غادي يقتلوني مع الدخله. تميت غادي مع الحاج حتى قربنا الكوان فين كانت نادين، غير شفت قلبي تهز من بلاصتو. كانت مليوها في الارض وكل دمايات، وسليم كان كيضربها بواحد مشويطه وهي كتغوش وكتبكي. تهزيت من بلاصتي ديك اللحظه، شافني الحاج وقال لي مالك؟ قلت لي الحاج وزعما عادي هادشي اللي كتشوفو قدام عينيك؟ قال لي عادي. نادين شاده معايا الضد من بكري وانا عارفه ما كتحملنيش، ودابا هي تدخلات في داكشي اللي كيهمني، تدخلات في الخدمه ديالي. خويا وقتلتو على قبل الورد، هادشي غادي يوصل ليك شكون هو انا والطبيعه اللي كنفكر بها، باش تاخد عليا فكره وقام تبقى تصدم مع الوقت. داك الوقت با سليم بقى كيدوي مع ولده، قال لي ما بغاش تعترف ليك ولدي، قتلها سليم، قتلها الا كان هادشي غادي يبرد لك قلبك. قال لي بابا انا حاجه وحده غادي تبرد لي قلبي، هي ناخذ لها الشرف ديالها. قال لي اش كتسنى ولدي؟ كلشي ديالك. جا ديك العضب با سليم وجر الحاجه وجر لي حتى انايا، ولكن بقيت مصمر بلاصتي قبل ما يعاود يجرني وانا ندخل فيه بدماغ. طاح في الارض ديك الهضره والدم نازل لي من نيفو، ومشيت كنجري قاصد سليم. سليم طلع غير شافني جاي، ما بغى يجبد السلاح ديالو، ما خطفته من الارض، ما دخلت لي جوج كروشيات. شاف فيا ديك الهضره ومصدوم، قلت لي نبهتك وما سمعتيش مني ودابا غادي تموت. شنقت في ديك الهضره بجوج يدين وانا نضربو بدماغ. هزيت السلاح من الارض وحطيتو لي في راسو، ويدي كترعد، بدا باك يغوت ديك اللحظه. هلا عافاك ما تاديش، هلا عافاك. بدا كيضحك بهذه الطريقه السيريه. داك الوقت بدا كيغوت، شدوه شدوه وقتلوه. تيريت ديك اللحظه سليم في راسو ولقيت السلاح خاوي. جبت ديك اللحظه الموسمه ورا الصمت ديال السروال اللور، شافو باوي ولي صفر. قلت لهم يقرب شي واحد، بالربط غادي ندوز عليه. ديك اللحظه با سليم ويوقفهم بيديه، نوت خونا في الله بقيت مقراطيها وقرات محدا نادين. نوت ديك اللحظه وشافتني هو بدات كتبكي مسكينه، نوت من الارض بصعوبه وتميت غادي بها. وليت تاني كنت مقراطي بها خونا، بقيت كنشوف الحاج كان واقف ما قادر يدير والو. قلت ليه شي الحاج ما قادر دير والو ياك؟ شتي خونا في الله كيفاش خاف على ولده؟ ما قادر يدير والو حيت ولده اهم لي من هادشي كامل ديالكم. اما انت ماشي راجل وما عمرك غتكون راجل، واليوم انا غادي نعلمك شنو هي الرجوله. دفعت خونا في الله ونغزته بالموس 4 ضربات. من بعد رجعت باللورد فاتو برجليه في الاتجاه ديالو، جريت نادين من يديها وتميت غادي كنجري بها. بقيت كندور في داك المخزن وكتشاشفت باللي المخزن كامل مسدود،
وباللي فيه باب واحد هو اللي دخلنا منه. مبقاش غادي بنادين وكنحس بخوتنا في الله كيقلبوا عليا. قربت من واحد الكوان في الكراطن وحطيته تماك وغطيته مزيان في الكراطن. داك الوقت تعريت ديك اللحظه وبقيت كنعوش في واحد الحديده حتى هرسه. داك الوقت قالت لي نادينا انا خايفه بزاف. قلت لهم اللي خاصهم يخافوا ومادام انا معاك ما عندك منش تخافي. بقيت غادي مسلت. اللحظه اللي قرب من حدايا الاول ضربته بالحديده اللي وجه نيشان طاح على وقفته. هزيت كلاد السلاح ديالو ودرتو تحت السمطه ديال السروال. بقيت غادي كنخرج اليوم بجوج ضربات ما كيفوتوهاش معايا. ما كاملاش ربع ساعه المخزن كان كله دمايات. كنت بحال شي بيتبول مجعور ديال بصح. هز غير حديده وتا واحد ما كان قادر يقرب ليا. وقت كنت غادي وكنسلت ليهم وكنبقى نتربس عليهم. غفلني واحد من لورو قراطاني بقيتش معافر معاه وكان واضح بلي صحيح بزاف. كان قراطيني بالقوة وانا كنحاول نفلت ليه يديه باش ما نفقدش الوعي. داك الوقت حسيت بخونا في الله طاح من ورايا. درت ولقيت نادين كانت هزة واحد الحديدة ضربات للراس نيشان. جات كتجري وعنقاتني. داك الوقت جبت السلاح من تحت السمطة ديال السروال. داك الوقت وانا نسمع صوت ديال السيغين ديال البوليس مباشرة بديت كنسمع صوت ديال القرطاس وكان كشيف بزاف. حكات لي نادين شنو هادشي. لقيت ميكرو في الكوستيوم ديالي. كنت الصراحة ما عرفتش بين باك اللي داروا ليها. تميت غادي انا وياه. الوقت اللي بالي الباب اللي دخلنا منه كان صقيل ما كان حتى شي واحد. كان رجال ديال خوتنا فلا كانوا مطايفين مع البوليس. تميت غادي باش نخرج منه ونسمع وقف فين حدك. درت لقيته سليم كيحاول يوقف بصعوبه وكان هز عليه سلاح. درت نادين ديك لا دورايا وقال لي هبط سلاحك. بقيت كنشوف فيه ولحتو في الارض. قال لي اذا انت اللي درتي في ديك الحاله متشرفين يا كنادين. انا مش بدلتيني يا كالكلبه باش نمشيو بجوج. داك الوقت شويه شيري فينا ديك اللحظه حيت ما كانش قادر يوقف مزيان ندي فيا بسلاح. والقرطاسه جاتني جيت كتفي من الفوق طاحت في الارض. ديك اللحظه ونادين كتبكي بالدموع ما نقالي وكتغوت. اللحظه اللي قرب من حدانا خونا في الله يلا غادي تشيري فيها وتاني هو يشيري فيه شي واحد. اللحظة اللي طاح قرب من حدا خونا في الله اللي تيرا فيه وزاد كمل عليه. زين راسنا فيه وكان الحاجة بوت نادين بقى كيشوف فينا وقال بنتو سامحيني يا بنتي وقولي لماماك واختك يسامحوني. ما عرف شنو وقع لي بالضبط. عملت راسي بهاد العجبة هذا ونسيت العائلة ديالي. يقول لي ما عافاك سامحوني. ديك الهضره درت السلاح في راسو. نادين بدات كتغوت لا بابا عافاك بابا. الحاج تيرا في راسو انتحر. الواد ديال نادين كان كاسر الدنيا. مشات طلعت فوق منه وكتبكي مسكينه. داك الوقت جاو البوليس شدو قاع دوك الرجال اللي كانوا مطوبين لداخل وداوني انا ونادين في لومبيلونس. دوزت قبل السبيطار يومين. نهار الثالث الصباح الطبيب قال لي واحد الانسبكتور جاي يشوفك واش انت مرتاح. قلت صافي واخا ماشي مشكل. دخل عثمان ديك اللحظه وقلت ليه فين عثمان صافا بخير. بقيت كنشوف الباب وقال لي مالك. قلت ليه الطبيب قال لي بلي غادي يجي واحد الانسبكتور. قال لي وانا مالي ما عجبتكش. بقيت كنشوف فيه مستغرب. قال لي الحاج صفريوي كان تحت مراقبة مدة طويلة. هذه الصراحة ما كناش قادرين نجمعوا عليه أدلة كبيرة. داكشي علاش أنا قررت نتقرب منهم باش نخدم عندهم في الفيلا. وقت اللي جيتي نتايا قررت أنا والزملاء في الولاية باش
تكون انت ضمن الخطه ديالنا. بصراحه حنا اللي تسببنا ليه في المرض ديال العالي باش انت تاخذ بلاصتو. كنا عارفين المكان ديال العالي وكان الحاج كيعول عليه بزاف. مادام انت عندك ديك الفورمه ديالو وشفت ديك النظرات ديال الاعجاب للحاج ملي كيشوفك واقف، داكشي علاش قررنا باللي انت تاخذ بلاصتو، حيت كانوا فيك كيف ما قلت لك جميع المقومات. بسببك معاد قدرنا نفكوا هاد اللغز هذا ديال البارونات ديال المخدرات في كاسا. بالمساعده ديالك معاد قدرنا نلقاو القبض على مجرمين كبار في الدوله. من غير هادشي انا اعتبرني ديما صاحبك، وراه من غير الهضره دينا وجبنا فيها في الكلام، واخا كنت كنحاول نسولك بزاف ديال الاسئله كنتي ديما كتجاوبني. يعني صراحه عزيتي عليا بزاف، وراه قررنا ما نتابعوك شفتي شي حاجه من داكشي اللي درتي. بالنسبه للنادين انت راك محظوظ فيها، بعض المرات الرزق يكون عباره عن بنت كتبغيك بزاف، ونادين ما فيها شك بلي كتبغيك. وانا راه لي الشرف حيت حضرت الولاده ديال الحب من الزيرو. داك الوقت جات نادين بقاك تشوف فيها اشمان وصدماتها، قال ليها معاده غادي يشرح لي كل شيء. مشات ديك لحظه اشمان وبقيت كندوي انا ونادين. برغم هادشي كامل مسكينه كانت حزينه على باها اللي غواتو الدنيا ونساها. اهم حاجه في الحياه هي العائله، العائله اللي ما كتعوضش بثمن. داز تقريبا 15 يوم بعد هادشي كامل اللي وقع، رجعت لحي من رشيد حدا والديها. الحاج الدولي تقريبا نسبه كبيره من الاملاك ديالو، من غير الفيلا اللي كانت من حسن الحظ انها بسميت ماما نادين. ما بقى عندهم سكن والو، من غير المشروع ديال نادين اللي كانت بدات فيه من الزيرو واللي اتفقت انا وياها باش نعاونها فيه ونكبروه بزاف. داكشي اللي وقع من بعد تقريبا عام المشروع كبر بزاف، وكنت انا مسؤول كبير فيه. ماما نادين واختها كانوا كيحماقوا عليا وكانوا عارفين بحبنا بجوج. خطبت نادين وبقينا تقريبا من بعد عامين بحال هكاك مخطوبين. في الاخير تزوجنا، عشت انا ونادين في البارطمان اللي كانت واخده في القطب المالي. في ذاك الوقت شخصيتي تبدلات 100%، من انسان كاره الحياه وكيحس باللي صافي فاتو التران، من انسان كان فاشل وكيقول بلي صافي الامور عمرها ما غادي تقعد، الانسان اخر كيفكر وطموح وكيطمح للحياه وباغي يدير بزاف ديال الحوايج. بقيت خدام انا ونادين وحلينا محل اخر في بورغون، وحاليا كنفكر نولدو شي وليد. كانت هادي القصه ديالي، الوقت اللي كنت كنظن بلي صافي سالات حياتي عاد بدات. حتى انت ولا انت عمرك تحكم على حياتك من خلال السن، السن مجرد رقم في حياه انسان. عيش حياتك بشكل طبيعي، واكيد في الحياه ديالك غادي تعيش بزاف ديال الحوايج. كن دائما مستعد للخيب وأكيد حتى تسوين. كانت هذه نهاية القصة، كنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بها وعفتوا اللحظات ديالها، وكنتمنى اللي عجبته القصة يخلي لايك وخلي تعليق رأي ديرو فيها. كان بغيكم بزاف في انتظار مغامرة جديدة إن شاء الله. كان أقول لكم شكرا للوفاء ديالكم، شكرا للحضور ديالكم في القناة ديالنا كاملين. كان موت عليكم كامل الخوت وديما سوفيان ستوريس.